مساء الخير. صديقات والأصدقاء، أعضاء الدائرة السياسية لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، الإخوة الضيوف الكرام، أود في البداية أن أرحب بكم جميعا في إطار هذا النقاش الحر الذي نتمنى أن يفضي بنا إلى قناعات واضحة وإلى أفكار نستطيع أن نقيم حولها نقاشا عموميا في جميع المجالات. ربما لاحظتم أن العنوان الذي ارتئيناه في نهاية المطاف هو نحو حقبة جديدة أو مرحلة جديدة في مكافحة الفساد، ولا شك أن هذا العنوان يعكس حقيقة أساسية، هي أن المغرب خلال الآن عدة عقود رفع شعار محاربة الفساد كل مرة بطريقة، ومرت على المغرب حكومات مختلفة الاتجاهات وكلها تقريبا وضعت ضمن برنامجها الانتخابي أولا ثم ضمن برنامجها الحكومي مسألة محاربة الفساد. في حكومة تناوب كان الشعار هو تخليق الحياة العامة، في حكومة الإسلاميين كان محاربة الفساد كذلك، ومحاربة التحكم كانت أيضا الشعار الذي طغى في هذه المسألة. الدولة أيضا أنشأت مؤسسات دستورية اعترافا منها بأن هذا العطب هو عطب عميق وله ثمن باهظ من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية وأيضا من الناحية السياسية. فالجميع يعرف اليوم أن الفساد معيق أساسي من معيقات الديمقراطية الحقيقية، معيق أساسي من معيقات بناء المؤسسات السياسية ذات المصداقية وذات الكفاءة والفعالية. ويعرف الجميع كذلك بأن فرصا كثيرة من الناحية الاقتصادية تهدر بسبب هذا الفساد. ومع ذلك عندما نقيس السنوات والعقود التي مرت في المغرب وهي ترفع وشعار محاربة الفساد يرفع فيها، عندما نقيس هذه المدة بالإنجازات فإننا لا نرى شيئا كبيرا. ومن حين لآخر تطفو على السطح بعض القضايا التي ترجع النقاش إلى الاهتمام العمومي، ولكن هذه القضايا بطبيعتها المثيرة أحيانا تكون قناعا لإخفاء الاستشراء الكبير والعميق والمنظم لهذا الفساد. ولذلك فإن الخروج من النظرة الأخلاقية السطحية ومواجهة هذه الآفة بوعي سياسي وبمشروع مجتمعي كبير يقتضي أن نجدد التفكير فيه في كل مرة، وأن نطلب من مثقفين وسياسيين ومناضلين وصحفيين أن نطلب منهم في كل مرة أن يعودوا بنا إلى هذا الموضوع من أجل استشراف آفاق جديدة له. لهذا السبب وليس فقط لأن الظروف الحالية تشهد انفجار عدة فضائح تتعلق بهذا الفساد، فنحن نعرف أن هذه الأشياء قد تكون مستفزة للرأي العام، ولكنها في الواقع ليست سوى القشرة الفوقية، بينما ما يوجد في الأعماق هو أكبر وأعقد بكثير من هذه القضايا التي يعطيها الإعلام أحيانا حجما كبيرا. لذلك فتحنا هذا النقاش ونحن سعداء أن نستمع فيه إليكم وإلى تدخلاتكم،
وارتأينا في البداية أن نبدأ بعرض يقدم الظاهرة في شموليتها، وطلبنا من الأخ الأستاذ عبد العزيز النويضي رئيس ترانسبارنسي أن يقدم لنا هذا الموضوع في ربع ساعة إذا أمكن أو أقل إذا أمكن، وبعد ذلك سنمر إلى شهادة أو تدخل الأستاذ الراشدي، وهو يمثل مؤسسة هي مؤسسة محاربة الرشوة والهيئة الوطنية والوقاية من الرشوة إلى آخره، وهو في نظر لكثرة الووات فسأترك له هو بنفسه أن يقدم ذلك. الكلمة الآن للأستاذ عبد العزيز النويضي. شكرا أخ الكريم، أنا مسرور بوجودي في هذه المؤسسة التي تحمل اسم أحد رجالات المغرب الكبار والتي تشكل فضاء للحوار والنقاش حسب التوقيت، فنفس التوقيت قالوا لي الأخ علي بوعبيد صديق قديم، ولكن قال لي حتى 20 دقيقة، ولكن إلا شفتينا غادي هذا عرقوا لي، أنا كنعرف بأن النقاش أحسن وأهم من العرض. حتى 5 دقائق لا عطاك أنت ضيعتيها دابا. لا نقدروا نقولوا ضيعت وحدة ولا جوج. إذا غادي نتحدث في جوج نقاط كبرى. كاين واحد الجانب أكاديمي تاريخي كيوضع الموضوع في إطاره العام. من الخلاصات اللي استقيتها من الدراسات حول الفساد منذ الثمانينات، كان واحد المؤرخ من الكونغو هو إليكيام بوكولو، إليكيام بوكولو كيرتبط كيربط الفساد بالزبونية السياسية واقتصاد الريع، وكيقول بأنه في المجتمعات الغربية المتقدمة الرأسمالية هي اللي حست بالدور ديالها في المجتمع واستطعت باش تحتل المكانة السياسية وتحكم المجتمع وتضع حدا لواحد الحكم اللي كان كيهمشها رغم أنها هي فاعلة ونشيطة في المجتمع، طبعا مع فلسفة التنوير إلى آخره. ولكن بالنسبة للعالم الثالث هو مختص إليكيام بوكولو في التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي في إفريقيا، قال بأنه في مجتمعات العالم الثالث في كثير من الحالات ليست الطبقة الرأسمالية هي التي يعني تخلق الثروة، ولكن السلطة هي وسيلة التراكم. السلطة توفر على السلطة أو القرب من السلطة أو خدمة السلطة هو الذي يسمح بتراكم الثروة. وهذه الزبونية السياسية كتنعكس على كل شروط الديمقراطية، بمعنى إنها تفسد التعددية، ما كتبقاش عندك تعددية حزبية سليمة فيها قوة سياسية يعني ذات تجدر مجتمعي ونمو طبيعي. هذه القوة غالبا تتعرض للتضييق وكتحرم من المقاعد المستحقة إلى آخره. وهذا الشيء لأن الديمقراطية كاين ثلاثة العناصر الأساسية: التعددية وحرية التعبير والانتخابات النزيهة. طبعا هذه حقوق من حقوق الإنسان، ولكن حقوق الإنسان عندها واحد أبعاد كثيرة أخرى. خضوع بلادنا للاستعمار عمل على عصرنة نوع من العلاقات الإنتاجية تدبير أمور المجتمع، ولكن في الخلاصة أش وقع عندنا بعد الاستقلال؟ بقى عندنا التدبير التقليدي، ولكن تم عصرنة التقليد. كاين واحد الكتاب ديال ميشيل كابو هو لا مودرنيزاسيون دو لا تراديسيون اكزاكتومون. إذن ولات البنية الإدارية الأمنية والاقتصادية في خدمة السلطة في هذه البلدان، وحنا كنشوفوها الجيش والقضاء والسلطة والإعلام
ليست مرافق عمومية محايدة ومفتوحة للجميع، ولكن هي مرافق اللي كتلعب هاد الدور ديالهم. إذن ما بين 98 و 2002 أنا كنحيل على التجربة ديال التناوب، كان بدات واحد الإصلاحات ولو ببطء، ولكن تم وضع حد لها بواحد الطريقة شوية، وكانت نوع من كما حدث في وقت سابق مع حكومة عبد الله إبراهيم والدور اللي لعبه المرحوم عبد الرحيم بوعبيد. وفلتنا في نظري ثلاثة الفرص. الفرصة الأولى هو في 2002 أننا نكملوا الإصلاحات على مهل، ولكن توقفت، كاين عوامل، ولكن المهم هو كانت فرصة ضاعت. الفرصة الثانية هو توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة اللي كان يجب أن تترجم بإصلاحات، لأن تجارب ما يسمى ب لجان الحقيقة والمصالحة في الدول المفروض أنه شنو الدور ديالها هو أنك مفتاح ديال نسدو كتاب الماضي ونبداو بحدنا. طبعا في العالم ما نجحتش كلها، ولكن في بعض الدول كانت هي المفتاح اللي مكن من عدم تكرار الانتهاكات والدخول في إصلاحات. والفرصة الثالثة في نظري هو أنه الدستور ديال 2011، أنا ماشي من الناس اللي كيقولوا هذا الدستور ما جاب والو، بالعكس جاب مسائل أساسية، ولكن اشتغل في إطار واحد الثقافة السياسية وواحد النخاب اللي كثير منها كان الهم ديالو هو يبقى في السلطة وما ما ما, ما كيمشيش بعيد. كنقصد التجربة ديال 10 سنوات من تدبير حزب العدالة والتنمية. مع ذلك في إطار هذه التطورات منذ 2007-2008 بدأت واحد الترسانة كتطور بقوة بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كانوا مجموعة من القوانين ديال التصريح بالممتلكات، كاين إنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، الآن إرساء أقسام محاكم مالية، بث الروح في هياكل كانت مجمدة بحال مجلس الأعلى للحسابات، مجلس المنافسة. ولكن ما هي النتيجة؟ وهنا هو الجزء الثاني من هذا العرض. إذن هذه النتيجة كاين مؤشرات عديدة اللي كتبين بأن الحصيلة مازال 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 بعيدة. أول هذا هو ترتيب ديال بلادنا في مؤشر مدركات الشفافية. حصل المغرب طبقا لتقرير 2023 اللي كي يعدد 2022 على 38 نقطة على 100، دونك الدول اللي ما عندهاش الرشوة راه كتكون الفوق، وكانت عنده 43 نقطة في 2018، بمعنى تقهقر بعدة نقاط، واحتل المرتبة 97 من 180 دولة بتراجع 24 مركز، كنا في المركز 73 فإذا بنا نزلنا 97. هذا الانخفاض في مؤشر مدركات الفساد يرافقه كذلك استقرار متدني في مؤشرات التنمية البشرية. بقى المغرب كيترجح بين الرتبة 120-123. هاد المؤشرات كتقيس مستوى التعليم، القدرة الشرائية للفرد أي المستوى المعيشي، والصحة، هل الأفراد يتمتعون بحياة طويلة وصحية. إذن كرد فعل كان المغرب 2005 دار واحد مبادرة وطنية للتنمية البشرية. طبعا هذه المبادرة أعطت بعض النتائج ونفعات عدد من الناس، ولكن أنا اشتغلت 10 سنوات على موضوع الحق في التنمية، وكنقول بأن التنمية البشرية ماشي مبادرة كتجي من الفوق، ولكنها نتيجة سياسة ديمقراطية كيشاركوا فيها الناس في اتخاذ القرارات
عبر ممثليهم انتخابات نزيهة وأحزاب تعددية حقيقية، وكيشاركوا في العمل باش تنجز هذيك المشاريع إلى آخره، وبالتالي أوتوماتيكمون كيكون الشراك أيضا في ثمار هذيك التنمية. إذن أشنا هو بعض الحالات اللي كتبين أننا ما تقدمناش؟ أولا كاينه واحد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. هذه الاستراتيجية تجمدت إلى حد ما، كاين فيها واحد العدد ديال، ولكن ما كاينش فيها الانسجام، وصعيب عليك تقراها ويبان لك داك الشيء. إذن هي تجمدت، وتجمدت حتى لجنة التتبع ديالها. أنا عضو في هذه لجنة التتبع، وكنت أرسلت رسالة السيد رئيس الحكومة على أنه هذه اللجنة كتجتمع جوج مرات في العام، ولكن على طيل العشر سنوات السابقة أو واحد ثمانية سنوات كان مفروض أنها تجتمع ثمانية ولا عشرة المرات، لم تجتمع إلا مرتين. من الرسالة اللي صيفت الوزير رئيس الحكومة 26 سبتمبر 2023 ما كان جواب، صيفت له رسالة أخرى في 2024 نوع من الالتيماتوم إلا بغيتي تقول. فيه واحد هذا الرسالة، في واحد العبارة: إن المجلس الوطني لترانسبارانسي المغرب منعقد في 17 فبراير 2024 بعد نقاش طويل حول جدوى وجودنا في هذه اللجنة، أرتع أتوجيه هذه الرسالة إليكم قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع. دونك لحد الآن راه باقي ما جاناش جواب، وحنا عادة في المكتب وفي المجلس الوطني نشوفوا أشنو اللي خدم. ثانيا تخلف الترسانة التشريعية، كاينه مقاومة لتبني قوانين ضرورية لإطراء غير المشروع، كاين مبررات كيقدموها الناس لهذا وأنه قرينة البراءة ما قرينة البراءة. في نظري ما كاينش تجاوز لقرينة البراءة، لأن ما كنجوش نجي عند السيد وكنقول له أنت لاباس عليك كي درتي لهادشي، كاين أبحاث كاين مسائل كاين كذا، كنقول له غير برر يعني. وهذا موضوع اللي إن شاء الله يمكن ترانسبارانسي وهيئة اللجنة تزيد تناقش فيه. كاين كذلك هذاك المشروع اللي كان واللي سحبوه كان هو عيب، لأنه مرتبط بالتصريح بالممتلكات، والتصريح بالممتلكات هو واحد الآلية ما خداماش، يعني كاين الآلاف ديال التصريحات كتوضع في دي كوفر فور وكتسد وما كاينش يعني. كذلك كاينه معوقات من جهاز العدالة، كاينه مشاكل استقلالية، مشاكل النزاهة ومشاكل النجاعة، ما يمكنليش نطول فيها بنظر الوقت لكن. ولكن كأقول لجنة النموذج التنموي في واحد الخلاصات ديال شنو هي المعيقات ديال التنمية قالت إن دراسة المسار الاقتصادي إلى أن تقول الشعور بضعف الحماية القضائية وعدم القدرة على التوقع. أنا محامي، كتمشي في مسائل كتحط القانون أنت ضابط الأمور، ما يمكن لكش تعرف الحكم كيفاش غيكون، يمكن يمشي في الاتجاه المعاكس. وبلا ما نعطي أمثلة لأنني كنحترم القضاء، ولكن بزاف الأمثلة كتصدمنا. مما يحد من المبادرات بسبب وجود فجوة بين بعض القوانين ذات المناطق والواقع الاجتماعي، عدالة تعاني من ضعف ثقة المواطنين ومن جهاز بيروقراطي وسبل انتصاف غير فعالة. كذلك ما عندناش قانون شامل ينظم تضارب المصالح، كاين بعض الفقرات هنا وفي هذا ولا هذا، ولكن قانون شامل، كاين مسودة تشكل أرضية معقولة باش نديروا هذا القانون، ولكن باقي ما كاينش النقاش ديالها. ثم كاين ثغرات خطيرة في مجلس المنافسة. مجلس المنافسة أولا كاين واحد النوع من تنازع المصالح في شخص رئيس الحكومة، رئيس الحكومة اللي هو يعني فاعل اقتصادي هو أيضا كيساهم في وضع القوانين وتعيين عدد من الأشخاص في مجلس المنافسة. وهذا الشيء غادي يتجلى كذلك في القرار ديال الصلح مع تسع شركات اللي كتنشط في اسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال. قول لي شحال باقي والبنزين. ففي 23 نوفمبر
قرر مجلس المنافسه ابرام صلح مع 9 الشركات. انا قمت بابحاث ديالي، يعني بمعنى انه كاين بعض الاعضاء في هذاك المجلس اللي استطعت نجلس معهم، واشتكوا ان اللي كان كيناقش هو مقرر وفي بيت مغلق، وتم جاء بهذاك القرار اللي وقعوا عليه. طبعا هما كانوا ناقشوا مع الشركات والمحامين ديالهم شنو هي المخالفات، واش كاينه ولا ما كايناش. في بعض الاحيان كيبان بان ما كايناش تواطؤات، مثلا اننا غادي نشريو كلنا البترول، بعض المرات ما كيمكنش شركه صغيره ديال البترول تجيب واحد باخره كبيره، ولا باش تخزن ما يمكنش تخزن واحد. دونك كاين شي حوايج اللي كانوا داروهم مجموعين، لان المنطق الاقتصادي كيفرض هذيك. ولكن كاين مسائل. شنو هي العيوب ديال هاد القرار؟ اولا تسويه شملت 9 شركات ومنظمتهم، يعني لم يوضح القرار الذي نشر كمختصر الراي العام المبلغ، ما هي المخالفات المنسوبه لكل شركه، وما هو مبلغ الغرامه الخاص بكل شركه. ما وضحش القرار شنو هي المعايير المعتمده بالنسبه لمبلغ الصلح. كاين واحد الماده 39 من القانون المتعلق بحريه الاسعار بالنسبه لبعض العقوبات، كيقول شنو هو رقم المعاملات، شنو هي مبيعات، مده ارتكاب مخالفه، الاطراء والمبالغ المحصله عليها الى اخره. ما كانتش الشفافيه اذن في نشر يعني هذا القرار بشيء من التفصيل. وثم كنحيل كذلك على تقرير التركيبي للجنه البرلمانيه الاستطلاعيه حول اسعار المحروقات، وكانت اخذت على الواقع غياب الاجراءات المصاحبه لتحرير سوق المحروقات، وعلى راسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركه الاسعار على المستوى الدولي واثرها على المستوى الداخلي. وباقي كنتذكر انا ان الاخ عمر بلافريج كان دوا على ارباح غير مشروعه، ولا قلبنا مزيان كيمكننا نوصلوا على انه كاين نوع من الاختلاس المال العام. الا كنت شريتي واحد الحاجه بواحد الثمن اللي ماشي هو الحقيقي، وجيتي خديتي مبالغ ليست هي المبالغ اللي دفعتها، فهذاك الفرق كيكون في الحقيقه يعني. خامسا عندنا واحد القانون ديال الوصول، الحق في الوصول الى المعلومات. هذا القانون انا اشتغلت عليه من 2005، ودرت واحد العدد ديال الابحاث وحتى مشاريع القوانين ديال ترونسبارونسي. ومن كثره ما بقى في الحكومه كيمشي وكيرجع وكيتبدل وكذا، ما بقيتش كاع كنبحث فيه. حتى خرج في 2018، وهنا كنشير لواحد المرجع مهم. كاين واحد الكندي اسمه تومي مندل، عنده مركز ديال سنتر اوف لو اند ديموكراسي في كندا، وتلاقيت معاه في تونس وجا للمغرب عده مرات. كيدير واحد ترتيب ديال الدول ديال القوانين اما الواقع فهو أسوأ. الواقع الخلاصه، الواقع هو انه درنا دراسه كان درتها مع الاخ رشيد الفلالي حول القانون، ومن بعد كان واحد الصحفي قال لي بانه راه طلب معلومات من وزاره الصحه والماليه على الفلوس ديال الكوفيد وشي حاجه ما عطوهاش ليه، شجعته مشى للقضاء، ومع الاسف وكاين واحد التضارب بين الوكيل القضائي ووزاره الصحه، هو تيقول هذيك المعلومات منشوره، وزاره الصحه كتقول لا هذيك المعلومات مشموله بالسريه من الاستثناءات. ومع ذلك دابا راه حنا مشينا المحكمه. شنو هي الخلاصه؟ كاينه عناصر الامل، كاينه مجهودات تبذل، كاينه عمل على تحسين مناخ الاستثمار، كاين تطوير البنيه التحتيه الملائمه، لكن كاين تقصير كبير في تطوير وتثمين العنصر البشري. وكنشوفوا بان في بعض المجالات الحيويه بحال التعليم والصحه كاين واحد الهدر كبير، وكاين واحد التوجه نحو جعل هاد المسائل تدخل في اطار السوق، بمعنى غدا تولي متوقفه على القدره الشرائيه، ما عندكش القدره الشرائيه. الوغ ما هي نقاط الضوء الاخرى؟ ليس لان هيئه النزاهه موجوده معنا، ولكن كنقول بانها من نقاط الضوء اللي كاينه هي هيئه النزاهه، بسبب اهميه القياده، صراحه التشخيص، اهميه الاقتراحات، ولكنها كتبقى آلية هشة
أقول تحت الظلال الكثيفة للثقافة السياسية وضعف الإرادة السياسية. بزاف الناس كيدوا بزاف على ضعف الإرادة السياسية، غير هكا بحال غادا تنزل من السماء. ضعف الإرادة السياسية عنده ثلاثة المؤشرات مهمة. أولا شنو هي نوعية القوانين اللي كاينة؟ ثانيا شنو هي نوعية وقوة المؤسسات واستقلاليتها والوسائل ديالها؟ ثالثا شنو هي الموارد المالية اللي كتعبأ باش نوصلوا للأهداف؟ ملي ما كيكونوش هادو كما ينبغي كنقولوا باطمئنان على انه ما. إذن كنت وانا في مؤسسه بوعبيد وانا اتحادي في العمق كنقول بان هذا الشيء ماشي واحد المؤسسه ولا واحد المنظمه غير حكوميه، هذا الشيء كيتطلب واحد ميزان قوه واحد النضال. وكنتوجه للاتحاد الناس اللي عندهم مسؤوليات على انهم يسترجعوا الاتحاد ويسترجعوا الاتحاديين ويمدوا يديهم لتنظيمات اليسار باش يمكن لنا نديروا واحد تغيير ويكون واحد الامل في التغيير. شكرا لكم. شكرا. شكرا سيد العزيز على التدخل ديالو الدقيق واللي قدم لنا الاشكاليه في الاوجه ديالها المختلفه. والآن غادي نعطي إذا سمحتي الكلمة للأستاذ الراشدي، وأنا أشكره باسم مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد على استجابته لدعوتنا ليكون ضيف هذه الحلقة من النادي السياسي، فليتفضل. مشكورا. شكرا على الدعوة، وأنا سعيد باش نتواجد معكم باش نتقاسموا مجموعة ديال القراءات اللي قامت القراءات والتحليلات اللي قامت بها الهيئه للوضع وشنو هما الافاق للخروج من هذا الوضع. اولا غنعطي واحد النظره موجزه على شنو هو الوضع على المستوى الدولي والقاري وكذلك واكثر على المستوى الوطني. فاثار الفساد معروف بان اثار اللي وخيمة واللي هي ظاهرة كتواجد في جميع الدول ولكن بكيفيات وبمستويات يعني مختلفة. فإلى مشينا على المستوى الدولي، الصندوق النقد الدولي كي عنده واحد تقييم ديال 2600 مليار دولار اللي كتمشي في الأموال تبديل الأموال العامة، وكاين ما بين 1500 إلى 2000 مليار دولار، أي ما بين 3 إلى 4% من قيمة الناتج العالمي الخام اللي هي مجموع الرشاوي في الدول جميعا. إذن يعني مبالغ جد هائلة واللي كتعطي واحد تفسير للوضع ديال الهشاشة اللي موجود في مجموعة ديال الدول وحتى في الدول المتقدمة. على الصعيد الأوروبي هذا المستوى كيرتفع إلى ما يناهز 1000 مليار أورو، أي تقريبا 6.3% من الناتج المحلي الخام ديال القارة الأوروبية. بالنسبة لإفريقيا يعني الآليات غير متكافئة مع القارات الأخرين، والتقدير كيبقى في مستوى ديال 146 مليار دولار، أي 6% من الناتج المحلي الخام ديال القارة الإفريقية. هذه بعض الأرقام اللي كتوضح شنو هو الثقل ديال الفساد على التنمية وشنو الفرص اللي كنفقدوها من أجل الاستجابة لمتطلبات التنمية والحاجيات ديال المواطنين في مجتمعات مختلفة. عندنا على المستوى الوطني، كاينين تقارير متعددة ومؤشرات يعني مختلفة واللي كتمشي كلها في نفس الاتجاه، أن الوضع أن يعني سواء التنقيط أو المرتبة ديال المغرب كتبقى غير مرضية وفي مستويات جد متدنية، سواء بالنسبة لمؤشر سيادة القانون أو مؤشر الحرية أو حرية الاقتصاد والميزانية المفتوحة إلى آخره. دونك ما ندخلش في التفاصيل، كيمكن نرجعوا لهاد الارقام ولهاد باختصار ان
جميع المؤشرات كتدل على ان الوضع ديال المغرب ما كيتحسنش، كيبقى في مستويات الى ما تراجعش ما كيتحسنش على مده طويله، بحيث الى ركزنا على مؤشر ادراك الفساد اللي هو كيتعتبر مرجع بالنسبه لهذا المجال على المستوى الدولي، واللي هو مركب واللي كيدمج مجموعه من المؤشرات اللي تكلمت عليها من قبل، فكان تحسن وتراجع، ولكن ملي كناخذوا على مستوى ربع قرن تقريبا فالمغرب ما حسنش التنقيط ديالو الا بنقطه واحده، يعني من بعد ما يزيد على 25 سنة ما حسننا النقطة إلا بخمسة، وكاين تراجع في الترتيب العالمي، إذن يعني دول أخرى تقدمات والمغرب ما استطاعش باش يحسن الموقع ديالو في المستوى الدولي. كيف كما أشار ليه سي نويدي قبل قليل، فالنقطة الأخيرة اللي تم النشر ديالها هي 38 بتراجع ديال 5 نقاط ما بين 2018 إلى 2023 و 24 مرتبة على فهاد المدة ديال 5 سنوات. هاد المعطيات كلها جات أكدتها دراسة ميدانية اللي قامت بها الهيئة في ما بين يوليوز 2022 وماي 2023، بحيث أن اللي كانت شملات ما يزيد على 6000 مواطن سواء القاطنين أو المقيمين بالخارج، وكذلك ما يزيد على 1100 ديال المقاولات. فالفئات بثلاثة كتمشي في اتجاه أن الوضع ديال الفساد يعني ما تحسنش في السنتين الماضيتين، بل بالعكس تم تراجع، وأن هذا الفساد يحتل مراتب متقدمة من بين الاهتمامات وما بين الانشغالات ديال الفئات الثلاث. بالنسبة للفئات المغاربة المقيمين في الخارج كيحتل المرتبة الثانية، كيتعتبر من بين العوائق الأساسية للاستثمار ديال هذه الفئة في المغرب. كذلك يعني أن النسبة مرتفعة بالنسبة لهذه الثلاث فئات كتعتبر أن المستقبل ماشي غير يعني ما كي يعطيش واحد التفاؤل كبير، وإلا إلا تم العمل على واحد المجموعة ديال المجالات. المجالات اللي متضررة الأكثر كاين قطاع الصحة، الأحزاب، الحكومة، كان كيبان بأن قطاع الصحة لأن عنده واحد الأثر قوي وجات من بعد الفترة ديال الكوفيد، دونك كاين واحد الاهتمام كبير به. مباشرة من بعد كنلقاو المجال السياسي هو اللي كيحتل المراتب المتقدمة ولا المتأخرة على حسب النظرة، المتقدمة بالنسبة للتأخر تماما. وبالنسبة للقطاع، بالنسبة يعني القطاعات ولا المجالات اللي كتضرر في الاقتصاد الوطني، هناك كل ما يتعلق بالتراخيص ولي ليسونس ولي زاغريمون. الصفقات العمومية كتجي في المرتبة الثانية، والتوظيف والترقية إلى آخره في المرتبة الثالثة. هذا الشيء بالنسبة للإدراك. أكثر من هذا فالتعرض، يعني اللي كيصرحوا بأن كاين أنهم كيتعرضوا لأفعال الفساد مباشرة في الحياة ديالهم، سواء للولوج للخدمات العمومية أو في الصفقات إلى آخره، النسب جد مرتفعة. فكي 38% من المغاربة المقيمين في الخارج كيتعرضوا خلال 12 شهر الأخيرة إلى طلب أو لأفعال فساد. كذلك وخاصة الرشوة، هذه يعني كتتعلق بالدائرة ديال طلب الرشوة.
26% من المواطنين القاطنين و23 من مسؤولي المقاولات تعرضوا لطلب الرشوة. واللي الملفت لهذا هي ان غالب هذه الحالات هي كتتعلق بالولوج الى خدمه اللي عندهم فيها الحق، يعني ماشي الامتياز. إذن هذا كيمس الحقوق الأساسية ديال المواطنين، إلا أن المقابل ديال هذا الوضع ديال التعرض فنسبة قليلة اللي كتبلغ أو تشتكي، يعني الأسباب متعددة، لأن يعني لا فائدة، أنك يمكن يكون هناك دي ريبريزاي إلى آخره، والنسب ما كتعداش 6% بالنسبة للشكايات و 3% بالنسبة للتبليغات. دونك هادشي كله كيأكد على أن كاين تقاطع ما بين المؤشرات الدولية والدراسات الميدانية الوطنية، وبأن الوضع كيبقى غير مرضي. فبالموازاة كما تم الإشارة إلى ذلك سواء في الكلمة الافتتاحية أو في تدخل ديال السنويضي، فالمغرب عرف مراحل متعددة ديال يعني نتا مخططات حكومية، مبادرات هذا بدات في 1900. ما كنتكلمش على محكمة العدل الخاصة، ولكن 1999 في حكومة التناوب كان أولا كانت ندوة وطنية لتخليق الحياة العامة، وكانت ندوة اللي انبثقت عليها بعد التوصيات، ومن بينها خلق يعني أول لجنة وطنية لمكافحة الفساد اللي تخلقت في شوتنبير 1999. الندوة كانت في يونيو. من بعد منها جاءوا مخططات متعددة، المخطط ديال 2005 ديال الحكومة سيجتو، من بعد جاء مخطط ديال 2011 وصولا إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2015 واللي غنرجع لها بالتفصيل. كانت من بين المبادرات يعني القوانين اللي تكلم عليها السنويدي ديال التصريح بالممتلكات، يعني لا بروتيكسيون دي تيموان الى اخره، وكان الانضمام الى مجموعه من الاتفاقيات الدوليه، اولها كان الاتفاقيه الامميه، ومن بعد منها الاتفاقيه العربيه، وفي 2022 تمت المصادقه على الاتفاقيه الافريقيه. امام هذه المفارقه، لأن عندنا مخططات ويعني وانخراط في المجهود الدولي إلى آخره، بالمقابل عندنا هذا دونك مفارقة كبيرة، جعل أن الهيئة منذ 2019 يعني منذ تعيين ديال الرئيس ديالها أنها انكبت على تقييم ديال هذه السياسات العمومية، انطلاقا أولا من استراتيجية كان تعيين في آخر 2018 يعني في دوجنبير، وكان الاجتماع الثاني والأخير ديال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في 15 فبراير، اللي خلاله الهيئة تقدمت واحد تقييم يعني مفصل على الوضع ديال الإنجازات وشنو ما العوائق وعلاش ما وصلناش لتحقيق الأهداف المسطرة. دونك من بين نعطي بإيجاز شنو ما أهم العوائق والنواقص اللي وقفت عليهم الهيئة. أولا أن الأثر المتوقع ما كيكونش، أولا لأن كاين إنجازات كبيرة ولكن ما كتكونش كترافقها إجراءات ديال التفعيل والمواكبة إلى حدود أنها توصل للهدف ديال تحقيق هذا الإجراء فعليا.
كذلك كاين واحد ان كاين طغيان ديال الجانب التشريعي اللي هو كي في تقاطع مع هذه النقطه الاولى ان كيكون التشريعات متعدده وهذيك التشريعات ما كيكونش التنزيل ديالها كتبقى قوانين اللي كتخرج واللي بعض المرات ما كيكونش المراسيم ديال التطبيق ما كتكونش كامله اكثر من هذا هو في التفعيل ما كتكونش التفعيل ما كيكونش متناسب مع الاهداف اللي توضع له القانون الحصول على المعلومه القانون ديال الحق الحصول على المعلومه كمثال هو قانون اللي يعني كينفع عليه مؤاخذات كثيره ولكن في الحاله ديالو كان بالامكان انه يقدم اكثر بكثير ما قدم لو تم يعني تتبع التطبيق الفعلي و كان هناك تجزؤ في المشاريع بحيث ان هناك ازيد من 230 مشروع ومشاريع اللي عندها نفس الهدف كنلقاوها في قطاعات مختلفه الى اخره وبالتالي ما كاينش هناك الانسجام والتقائيه والاستثمار ديال النتائج هناك غياب مجالات باكملها في الاستراتيجيه كالمجال السياسي غير ما كاين حتى شي يعني غير مستهدف الحكامه ديال الاستراتيجيه اولا ما مفعلاش وفيها عطاب وبالتالي هذا الى اخره دونك هادو بعض النواقص الهيئه هذا الشيء ادى الى ان الاهداف الاستراتيجيه والمؤشرات القياس ديال هذه الاهداف الاستراتيجيه ماشي فقط ما تحققتش بل في الغالب ديالها كان تراجع يعني ان عوض ما مثلا مؤشر ديال الورد جيستيس بروجيكت كان من المفروض اننا نربحوا 25 نقطه تم التراجع ب 14 نقطه هذا كمثال دونك في المجال ديال العداله هذا كان تراجع اكثر ما هو تقدم الهيئه في هذاك نفس الاجتماع تقدمت بمجموعه ديال التوصيات لاعاده الهيكله ديال الاستراتيجيه وتحديد الاولويات من اجل التجاوز تعزيز الانجازات بالاجراءات اعاده الهيكله البرامج لضمان الانسجام الى اخره دونك مجموعه ديال التوصيات اللي كانت يعني دقيقه بحيث ان تم يعني لا بريسيزيون ديال مضامين المشاريع الكيفيه ديال التخطيط الى اخره وكان تم الموافقه على هذا التقرير اللي تقدمت به الهيئه تم الموافقه عليه كورقه توجيهيه وتاطيريه للاستراتيجيه مستقبلا وكانت واحد الديناميه مباشره من بعد هذا القرار اللي اتخذ في اللجنه الوطنيه لمكافحه الفساد بحيث ان كان خلال الشهور المواليه اجتماعات يعني تري دونس مع اللي انخرطوا فيها وزراء اول مره كيكون انخراط في هذا المستوى للتنسيق ديال البرامج لتحديد الاولويات لوضع يعني الهياكل ديال تتبع المشاريع الى اخره الا ان هذه الديناميه توقفت بسبب الكوفيد ولكن ماشي فقط وكان تم تراجع والرجوع الى المقاربه القطاعيه لانسيلو الى اخره إذن في ما بعد الهيئه ما وقفتش هذا مباشره نكبات على يعني التقييم المعمق ديال المشاريع وكذلك التعميق المعرفه بحيث كان هناك دراسه للعوامل المركبه اللي كتطعم المؤشر الادراك الفساد وبحيث ان تم الدراسه ديالها باش نعرفوا شنو هما العوامل اللي جعلت ان المغرب ما يتقدمش واش بسبب عدم تطبيق المشاريع او لاننا ما واخديناش بعين الاعتبار الى جانب ذلك تم الرجوع الى السياسات العموميه منذ بدايه 2000
ودراسة معمقة ودقيقة اللي فيها يعني تقارير متعددة بالموازاة. الهيئة فتحت أوراش ما يزيد على 30 ورش يعني التغطية الشاملة ديال جميع الجوانب واللي التقوية ديال ما جا في الاستراتيجية، والمجموع ديال هاد الأعمال هو اللي كان الأساس باش نوضعوا مقاربة جديدة، نوضعوا يعني نقترحوا، لأن حالياً هي في طور اقتراح ماشي في طور التنزيل، نقترحوا مقاربة جديدة على أساس توجهات استراتيجية من جيل جديد لسياسة الدولة، واللي هي كتنطلق من التقييم اللي تكلمت عليه ومن نتائج الأوراش اللي كاين 30 هذا اللي كتضمن أزيد من 1000 توصية، ولكن ماشي العدد هو اللي مهم، والالتقائية ويعني وضبط العلاقة ما بين هاد التوصيات وشنو هما النتائج والأثر المتوخات هو اللي أهم. وهاد يعني هاد التوجهات الاستراتيجية بخلاصة ويمكن نرجعوا في النقاش لها، يعني الركائز ديال هاد التوجهات هي 6 ديال الركائز فيرتيكال، وعندنا ركيزتين أفقيتين. الركيزة الأولى بخلاصة كتتعلق بمجال التربية والتكوين وتثبيت القيم ديال النزاهة، واللي هو ورش كيمشي على المستوى المدى القصير والمتوسط والبعيد. عندنا مقاربة هادفة للشفافية في العلاقة ما بين الإدارة وما بين المرتفقين، بحيث كي يعني هي فلسفة ديال هاد العلاقة، تغيير الفلسفة وإعادة النظر في الترتيب ديال هاد العلاقة، ماشي فلسفة في بمعنى أنها كتبقى يعني منعزلة على الواقع، ولكن بالعكس كتحدد الكيفية ديال وضع يعني الكيفية ديال التأطير ديال هذه العلاقة. نعطي غير مثال بسيط باش نكون هذا، فهناك قانون ديال تبسيط المساطر اللي خرج التقييم ديالو كيبين ان كاين يعني الأثر المحتمل كبير، النتيجة تقريبا هزيلة جدا يعني ما تقدمناش. يعني السبب ديال هذا هو أن الكيفية ديال التنزيل هي كيفية مجزأة، هي كيفية اللي ما كتاخدش بعين الاعتبار المقتضيات الأساسية ديال القانون، اللي كتمشي في اتجاه أن الإدارة كتكون إدارة وحدة ماشي إدارات متعددة اللي كيتيه المواطن والمرتفق فيها، هي أن يعني المشاريع ديال هاد التبسيط كتكون مرتكزة على المواطن والمرتفق هو الجوهر، ماشي هو يعني تنظيم العمل ديال الإدارة إلى آخره. وهذا الشيء تقدمت الهيئة باقتراحات يعني دقيقة في هذا الاتجاه، واللي ممكن أننا نوصلوا النتائج في المدى القصير ماشي المدى البعيد. المحور الركيزة الثالثة تتعلق بالمجال ديال الاقتصاد ومناخ الأعمال. الركيزة الرابعة تتعلق بالشفافية والنزاهة في السياسة والانتخابات. هناك ركيزة ذات أهمية يعني أفقية هي تقوية ديال التشريعات من أجل تجفيف بؤر الفساد، واللي غلقوا فيها مثلا الإطراء غير مشروع، التضارب المصالح، مقاربة يعني مغايرة تماما ديال التصريح بالممتلكات إلى آخره. وأخيرا كاين البيئة ديال ضمان الردع ومكافحة الإفلات من العقاب، واللي هي كذلك فيها اقتراحات متعددة واللي عملية. الركيزتين الأفقيتين
والتحول الرقمي ماشي كمشروع ماشي كهذا ولكن كمقاربة أفقية اللي كتشمل جميع ما نقوم به، وكذلك تعميق المعرفة الموضوعية لأن الفساد هو ظاهرة معقدة واللي هي كتطور باستمرار، وبالتالي باش يمكننا نتحكموا في مكافحة ديالها كيخصنا يكون عندنا واحد الدراية معمقة للتمظهرات ديال الفساد وكيفاش كتتصرف إلى آخره. بخلاصة إلى بغينا يعني إحنا كيف قلت في واحد المفارقة ما بين الوضع وما بين يعني المخططات إلى آخره، إلا أن المغرب اليوم كي يتوفر على مجموعة ديال يعني مسائل دي زاتو اللي كيمكن له يبني عليهم. اولا ما جاء به الدستور، بحيث ان المشرع الدستوري كان واعي بخصوصيه ديال ظاهره الفساد والتعقيد ديالها والمتدخلين المختلفين بمسؤوليات وادوار يعني متعدده، واللي هذه الادوار وهذه المسؤوليات هي ماشي منفصله بعضها عن بعض بل كاين تداخل فيما بينها. وبالتالي المشرع الدستوري باقرار ان هناك هيئه وطنيه اللي عندها مسؤوليه ديال التوجيه والاشراف والتنسيق وضمان تتبع، يعني كيجعل إطار المؤسساتي اللي كيدفع بالمتدخلين باش يمشيوا في الاتجاه الالتقائية. المحدد الثاني واللي يعني كيكون في اتجاه قواعد صلبة من أجل الانتقال إلى حقبة جديدة هو القانون المتعلق بالهيئة، واللي هو ما كيتعلقش فقط بالهيئة بل كيتعلق بمكافحة الفساد والعلاقة ما بين المتدخلين، واللي جاء كي يعني دون لو ريسبي ديال ليسبري اي لا لتر دو لا كونستيتيوشن، يعني الروح والنص ديال الدستور جاء في هذا القانون. المساله الاخرى هي ان هناك المعرفه الموضوعيه تقدمت بكيفيه كثيره، والمنهجيه ديال هذا تعميق المعرفه توضع، وكيمكننا من اننا نستشرف الاستشراف المستقبل بواحد الكيفية ديال الوضوح التعامل مع الظاهرة. بالموازاة عندنا قراءة دقيقة للسياسات العمومية، وبالتالي كنعرفوا شنو اللي غادي يخدم وشنو اللي ما يخدمش، وهذا الشيء كيجعلنا ان في الاقتراح ديال المقاربة الجديدة كنكونوا ضابطين اكثر الإمكانية ديال التقدم. هناك انطلاقا من هذا الشيء كاين توجهات استراتيجيه اللي هي تكون في الاسابيع والاشهر المقبله موضوع يعني نقاش عمومي مع جميع المتدخلين، واللي غادي يسمح باش يتم الاغناء ديالها، والهدف هو التبني الجماعي ديال هذه التوجهات الاستراتيجيه كاطار عام سواء من ناحيه الموضوع ولا من ناحيه الحوكمة ديالها والكيفية ديال التصريف ديالها، بالإضافة إلى التقوية ديال الآليات ديال الاشتغال ديال الهيئة اللي يعني اشتغلت عليهم باش توضع الأسس ديال هذا التدخل ديالها وضمان الدور الدستوري اللي هو اللي الهيئة واعية بأنه هو دور ثقيل ومعقد، ولكن اشتغلت باش توضع الأسس ديال هذا العمل الجماعي. شكرا. الأستاذ الرشيدي. في الواقع غير كلمة واحدة، هذا ما كيعنيش واحد ليكسي دوبتيميزم، يعني داكوغ. لا سافادير كو سوني با اكي، هذا اللي بغيت نقول، لأن هذا الشيء ممكن ولكن غير مضمون. لكن تو اي دون لي فيزولوس. نو. خليك تجي عاد لا absolument pas. Vous tu comprends de ce que tu as dit, si on a mal compris on le dit. Justement c'est pour ça que j'ai repris la parole pour dire لا خلينا سينجي. Tu as repris ? Là, j'ai repris pour préciser que ce que je dis ce sont les éléments qui ont été construits
le résultat ne dépend pas que de l'instance. Et donc, justement, c'est le bisounours, c'est un goulot de chikoulour à dit d'air. C'est pas ce que je dis. Je suis quand même à la الخريطة كانت مدققة وعرفنا بزاف ديال الأشياء المتعلقة بالعمل ديال الهيئة ولكن أيضا بالأعمال الأخرى والآن قبل ما ندوزوا لواحد نقاش عام اللي دخلوا فيه الإخوان كلهم ديال أعضاء النادي نبغي نقول واحد الخلاصة بسيطة وربما كاع ساذجة هو أن من بعد ما كنستمعوا للعرضين القيمين ديال السيد العزيز وديال الاستاذ الرشيدي كي يلح علينا واحد التساؤل هو علاش فشلنا لهذه الدرجه في محاربه الفساد يعني على الاقل 30 عام وحنا رافعين هذا الشعار وكاين فيه سياسات عموميه وكاين فيه مؤسسات ومع ذلك أنا سمعت كلمة مشتركة ما بين الأخوين ترددت وماشي فقط بالخطاب بالأرقام أيضا الكلمة هي التراجع إذن واش كاين مشكل ديال حكامات محاربة الفساد اللي واش كاين أخطاء في المقاربة واش كاين عجز على فتح ملفات طابو في هذا المجال أو بحال اللي قال ربما سي عبد العزيز كاين أيضا واحد الضعف الإرادة السياسية كاين واحد الضعف المجال السياسي بصفة عامة كاين واحد الضبابية في المشروع ديال هذه المحاربة وكاين واحد الحاجة اللي مولات بديهية وكل شيء تعرفها وكل شيء ترددها وكل شيء تقولها أنا كاين واحد تداخل قوي ما بين المصالح وما بين الممارسة السياسية ولهذا النقاش ربما هذه يسعفنا فأننا ما نبقاوش فقط في التشخيص اللي هو مهم بزاف نعرفوه ونعرفو الدقائق ديالو ولكن كذلك نعرفو شنو هي الآفاق اللي يمكن نمشيو ليها ما من بعد شنو هو ربما العنصر اللي خلى هذه القضية ما صبحتش قضية وطنية قابلة للتطبيق وحولها واحد النوع من التعبئة علاش هاد إلا بغيت نرجع للسؤال الأول علاش هاد الفشل الذريع اللي تشخيصين بجوج وصلونا له الكلمة لكم حرة في حدود بحال اللي كتعرفوا في التقليد ديال هاد الدائرة السياسية في الأول خمسة دقائق الواحد ومن بعد يمكن نعودوا نرجعوا للإخوان اللي تفضل نفس الملاحظة بكل صراحة سمعت خطاب تقول مشاكل متعددة ولكن كاين الأمل مزيان خطاب تقول كاين المشاكل كيف قلتي جوج تراجع كاين المشاكل كاين المشاكل ولا لدير يمكن نقول كاين العمل كنعملوا حنا كنديروا نحن بصداد ولكن هذا الشيء كله كيبان وكانه انتمبورال دير سام بيرميت دو دير بكل صراحه زعما تشوف انا هذا لو تيتر اللي نجعل من 2024 وقلت هذه 20 30 40 عام وحنا كنضربوا في الخوا وباغي نديروا شي حاجه في 24 لا ما نقدرش نضربوا لا مبدئ من 24 تتحط لوريزون هو 24 سمح لي وهذا الشيء كله الون تيرم زعما دون الميور دي كا دابا انا قلت لك انت المشاكل والامل انت المشاكل والعمل وكتشي كله الون تيرم وكاينز غادي يقول لكم الون تيرم وني توس مور صافي زعما سي سي يا با دو سي اونيتمون يا ان بروبليم شنو هو لو بروبليم C'est que tous les deux, vous n'avez pas mis le doigt sur le point essentiel. Je le vois. Et je sais bien. Mais d'abord, ce qui est terrible, on se connaît tous et on se raconte tous les choses. Mais là, je ne vois pas. Alors, j'aurais vu une instance comme celle-ci. On ramène droit quand même, tranquillement, mais sereinement. Mais, vrai. Je suis à vrai. La corruption est une méthode de gouvernement.
متفقين على هذا الشيء منذ 40 سنة. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un système politique qui fait de la corruption un outil pour consolider le pouvoir à travers une élite économique, effectivement. بالعربية باش نقولها لها السلطة كتخلق الثروة والثروة كتعزز السلطة هذه هي الجدلية كتعرفوا جو سي با سي واحد ان ايكونوميست تونيزيان كريشن كتب واحد الكتاب وكتعرف بانه بكل صراحة واحد الكتاب غير تزول تونس ودير المغرب وقرا كلشي ما كاينش والو ما كاينش ديال اش تيقول و سي فري دي شوز ايفيدون دو بوين دو في دي ليكونومي شو على رونت سي لا بوسيسيون دان بيان غا حتى من الاول شنو على رونت لا رونت هي عندك دو تير لي ميم وحده فيرتيل وحده موان فيرتيل اي دونك كاين ديفيرونس دو برودكتيفيتي وكتعطيك اون رونت دونك لا بوسيسيون دان بيان غا Ça peut être une terre, ça peut être une ressource naturelle, ça peut être une invention, une innovation. Quand ça t'aide, une rente, la recherche te donne une rente. Je y a la rente, vous le donnez, je n'ai rien. Il y a la possession d'un bien rare. Je n'ai pas de bien rare. Il y a la proximité du pouvoir. هي القرب من السلطة إذا السلطة كتعطي امتيازات كلو بيان سور شو هي ارتباط باقتصاد الريع والزبونية السياسية والله إلا توغي بو تاغيتي شو يصدعك شهادة بعدها على أربع ساعة ولا الوقت وداكشي تي أوغي بو تاغيتي تو تو دي دونك شنو هي دابا دونك السلطة كتخلق الثروة والثروة كتخلق زبونية اللي كترجع على السلطة بتعزيزها وهذه هي الجدالية عطيتي أمثلة متعددة واش أون بوزوا أونكور أونتخ نو دابا واش نهضروا على مجلس منافسة ونحاولوا نقولوا راه كاينة ما كاين لي شوز سون دون إيفيدونس تال ديال ارتباط بين المصالح واش من عندك رئيس الحكومة اللي هو ها السلطة هو اللي كيعالج براتيكمون خلينا من هنا ونكون اونكور بلوس سارتان راه ما كنهضرش انا جو با داك القضيه ديال الحيط القساور سون فويون سيريو سي ان سيستيم بوليتيك كامل وشامل رئيس الحكومه واحد بلاصه معينه عنده واحد السلطه معينه في واحد المجال معين ولكن كاين السلطه الكامله والشامله ملي كنقولوا النظام السياسي كنهضروا على كل شيء إذن هذا الواقع هذا إلا كنا عارفين وكنا واعيين باش واعيين فيه واش غنبقاو ندورو ونقولو شنو غيمكننا نديرو راه ما جو با رونتري ما عنديش الوقت جو با ابوزي مي القضية ديال الدستور راه بكل صراحة قلتي الدستور بجوج قلتي الدستور وما قلتيوش شي كلمة وحدة نقطة وحدة أنا كنتسنى تقولوا لي أن كوا الدستور ديال واحد ديال 2011 كون قفزه نوعيه في هذا المجال قولوا لي ولكن ماشي خلينا من الهضره اونكور اون فوا الكتابه والهضره اونك لان دابا اونكور اون فوا ما نبقاوش نهضروا على النصوص دابا عندنا 12 13 عام ديال الممارسه دابا حنا في 2024 الا كانت شي حاجه في هذا الدستور راه كان بانت الا ما بانش هي راه كاين مشكل اما في النص واما من يمارس النص إوا حنا كندورو في حلقة مفرغة مبقاوش ندورو في هداك لو بخوبليم إي بوليتيك إي طون كو إل نيا با أون فغي ريفورم بوليتيك سافيدير شنو هو صح إصلاح ديال المؤسسات إصلاح المؤسسات
قضيه ديال الاراده السياسيه افكتيمون الا قلت الاراده السياسيه في السماء صافي تركز على طخطه لا كريم قول اللي بغيتي فيها وتخبع موراها واللي ما كيبغيش يقول الاشياء هذا كيقول الاراده السياسيه احنا فضينا اونكور اون فوا جيسبر كو ايسي اون بو افونسي اون بو الي بلو لوين دونك سي اون دي با que la vraie lutte contre la corruption, la vraie lutte contre la corruption, a une entrée qui est le préalable, je dis bien le préalable de toutes les autres réformes, un vrai système politique qui lie تجمع بين déjà monsieur le ministre Chouyem, شنو كنهضروا على الرشوه كنهضروا دابا على المسؤوليه والمحاسبه كان كانت حقيقة مسؤولية ومحاسبة في النظام السياسي اللي عندنا كان وي لا وي داكور لا اعطوني ان اكزومبل وخلينا ما نقول المسألة ديال لي زيستواغ ديالها وقبت هذا ولا قبت هذا بس سي لا سي سي لا غالري سي بور اميزي لي ما كاينش نظام سياسي وقال لا إرادة ما كاينش نظام سياسي اللي هو أول بعدا هو كيبدا عنده مشروعية كيتحمل المسؤوليه في الوضوح ويسائل ويحاسب بما على كل شيء السياسات والرشوه مين كتكون الرشوه هذا النظام ما كاينش دونك كيفاش غيمكن لكم تصلحوا في السرولي الله يرحم والديكم انا يمكن راني جو سوي بوتيتر ميم ا كوتي دو لا بلاك في السرولي كيفاش غيمكن لكم تحاربوا كونتر هذا لو تيتر لا 24 ولا 34 ولا 44 ولا 64 ولا اللي بغيتيو بلا ما يكون هذا الاصلاح هذا شكرا على يعني تنظيم هذا الحوار حول يعني الفساد وكان من الممكن ان تضاف اليه كذلك الريع لان في المغرب جزء كبير من الريع هو في الحقيقه فساد كيف نقول فساد يعني قانوني اذا شنع يعني عنده تغطيه قانونيه او اجتماعيه تقاليد الى اخره بحال الكرين بحال فقط غادي ندخل بسرعه في واحد بان هناك في المغرب على ما يظهر هناك غياب للإرادة السياسية لمحاربة الفساد أو ربما أحيانا يظهر وكأن هناك إرادة في إفساد على الأقل النخبة السياسية والنخبة الاقتصادية في المغرب لأن ما كاينش الوقت غادي نعطي فقط بعض الأمثلة منذ استقلال المغرب حتى قبل استقلال المغرب كانت في هذه الحماية مثلا ما كانتش بحال تونس يعني كان واحد الفساد اللي كديروا السلطات يعني السياسية وهو تابع عندك الشيء اللي كان في المخزن قبل الاستعمار كاين مثلا هذه اللي الان كاين عده شهادات حولها الفقيه البصري كان يعني من بين اللي كان كيظهر بان غادي يكون من المعارضين الاقوياء للنظام في المغرب ابتداء من 56 والامير الحسن اللي كان ديك الساعه ولي العهد حاول شراءه كما اشترى كثير واعترف بها احيانا في نقاش مع يسار الاستقلال قال لي انا مثلا المثقفين اللي كينتقدوا داك الشيء في جيبي هذا الامير الحسن هذه بوبليكمون ولكن كان غير شي 10 ولا قال لي واحد من الحاضرين كان مثلا الفقيه البصري جاته بورش حمراء ديك الساعه بورش هي قولوا الان بحال مثلا 2 مليون درهم الى اخره ورفضها الفقيه البصري وعطاها لواحد الصديق ديالو مقرب من النظام وداك الشيء باش يجبر حل لانه يعني الا رفضتي الافساد حتى هي صعيبه في المغرب بزاف وكاين اللي ادوا ثمن غالي كاين كذلك تفويت اراضي الاستعمار الحكومه ديال عبد الله ابراهيم كانت خرجت واحد القانون اللي كيصعب كثير ويكاد يمنع تفويت الاراضي اللي كان ديك الساعه مازال في المستعمرين ولكن الحسن حتى قبل ما اصبح الملك يعني بدا كيفوت بالديديروغاسيون في نو دو بالي رويال وبقى هذا الشيء حتى 73 يعني تفوتت تقريبا 300,000 هكتار من اجود الاراضي المغربيه وهذه اللي خلق واحد النوع ديال السوسيولوجيه ديال الريع والفساد اللي كتصبح هي نوع من الصمغ نوع من اللحمه ديال النظام وهذه كتكون بعض المرات ملي ما كيكونش الفساد النظام الا كان استبدادي كيكون ضعيف الا كان النظام ديالو هذه مع الاسف كتعطى دائما مثال تونس ولكن مثال خصكم تعرفوا تونس حتى السقوط ديال بن علي كانت من الدول اللي عندها واحد ان سيستيم دانديغريدي ناسيونال اللي كان دار في عهد بورقيبه وقبل بورقيبه لان عندها واحد النخبه سياسيه يعني الا بغيت تقول كان الفساد فيها من اقل الدول في افريقيا فسادا ولهذا النظام اللي بدا الفساد ديالو خصوصا العائله
عائلة باغاليونس ديال بن علي من اللي بدا الفساد حتى النظام الناس ديال النظام يعني ما رفضوا هذاك الشيء، ولهذا ملي وقعت هذيك الانتفاضه اللي في الحقيقه عدديا كانت ضعيفه جدا، ضعف كاع من 20 فبراير في المغرب، النظام ما كانش عنده هذه اللحمه ديال الفساد، لان كيشوف غدا تعاوتاني من اللي سقط فرانكو، من اللي مات فرانكو ما كاينش فساد، ولهذا ما كانت حتى شي لحمه ديال النخبه اللي كتخاف عليها لو الديمقراطيه. كيقدر يقول لك بحال مثلا الجيش بالعكس كانوا كيقولوا غدا تزادنا الاجور الى اخره وإله. في نفس الشيء مثلا هذا كنقول الريع، يعني مثلا في تونس انا تلاقيت مع واحد كان جنرال والان اصبح يعني مناضل مدني سميتو سعيد كتاب، وقلت له مثلا شحال كان الاجره ديالي، قال لي 100 اورو. خصكم تعرفوا واحد وقرا مع حسني بن سليمان في سانسير يعني نفس الجيل، وفي المغرب خصكم تعرفوا عندنا جنرال دو كور دارمي 14 فوا بلس غير pour vous donner un exemple يعني لا لي ميم زاني. اذا كاين واحد هذا الريع والفساد اللي اللحمه ديال يعني كيقوي هذاك، حتى كيعودوا خايفين كيقول لك لا تغير النظام ولا شي حاجه نقدر نمشي للسجن الى اخره. اذا كاين عاوتاني الشهاده ديال المولاي احمد العراقي اللي هو كان رئيس حكومه في المغرب، ودار واحد الشهاده شي 10 سنين هذه لا غازيت، كانت وهي عارف ان واحد الاربع وزراء كانوا تبيعوا بالرشوه، وكانت وثائق امريكيه تؤكد بانهم خضوا عمولات كبيره جدا. ومولاي احمد العراقي كيعاودها كاينه في لا غازيت بالفرنسيه، قال لي انا واحد المره هو كان رئيس وزراء، وهذاك الوزراء يعني هذوك اللي يعني انترناسيونالمون يعني متهمين بالرشوه، تلاقى مع الملك الحسن الثاني الرحيل وقال له انا ما بقيتش نقدر نشوف هذوك الوزراء، دير لينا شي حل. قال لك الحسن الثاني عيط على هذوك الوزراء وبالحضور ديالي، قال لهم صافي دوك الفلوس اللي خديتو غير استثمروها في صالح المغرب. لهالدرجه هذه، وهذا رئيس حكومه يعني ماشي ما يمكنش يقول شي حاجه اللي ماشي صحيحه الى اخره، وشهاده اللي كدينو حتى هو، ولكن على الاقل قالها. كاين عاوتاني اللي كيبان فين كاين الفساد، مثلا رجال الاعمال اللي كيستافدوا من الريع كيطلبوا منهم يخلقوا يعني مجموعات اعلاميه. علاش؟ لان الاعلام هو المشكل، لان القضاء مسيطر عليه، المنتخبين في الاغلب مسيطر عليهم، الاداره مسيطر عليها اللي تقدر تحارب الفساد الى اخره، كيبقى الاعلام، الاعلام مشكل. اذا مجموعات اللي ما عندهم ما يديروا بالاعلام بحال اخ النوش في عهده ولا حافظ العالمي ولا شي حاجه، ما عندهم ما يديروا بالاعلام، ولكن كيطلبوا منهم يخلقوا مجموعات اعلاميه وكتكون الاغنى وداك الشيء على اساس هي التغطيه باش ما يكونش شي اعلام قوي، مؤسسات اعلاميه قويه اللي تفضح الفساد. وهذا ما كاينش غير في المغرب، نعطيكم جوج امثله وصافي ونوقف. واحد من الجزائر، واحد من الجزائر طبعا الجيش هو الفساد اساسا والحلفاء ديالهم المدنيين. نعطيكم مثال من المغرب ومثال كيفاش كيمنعوا رجل اعمال مستقل يدير مجموعه اعلاميه. مثلا ميلوز الشعبي اتصل بواحد شاب اتحادي سابق هو صحفي راه الان استاذ جامعي، وداروا اتفاق باش يمول جريده، قال له انا ما قاريش بعدا دير اللي بغيتي، ولكن نطيق فيك كاعلامي مستقل ووطني الى اخره. واتفق معاه سنا واحد التفاهم في الاول ميموراندوم، وتم الضغط بكل الوسائل. هذا الشيء غير غادي يكون 2008 ولا 9 قبيل الربيع المغربي، وتم واحد الضغط قوي جدا، واكد لي واحد من العائله ديال ميلود الشعبي بانه في الاخر فسخ ذاك التفاهم اللي دار مع الصحفي الشاب، لانه ما يمكنش نهائيا يعني بحال اللي غادي تعود تفضح الفساد والريع الى اخره، خصوصا ان الشعبي كان سنتين او ثلاث قبل قال بانه مثلا الشركه المنافسه ديالو اعطاوها ما يعادل مليارين ونصف من العقار، وقال لهم خصنا نديروا لجنه برلمانيه تبحث في هذا الشيء، لانه هو كان غادي للهويه، لانه انت ملي كتاخذ العقار فابور او شبه فابور كتبيع يعني رخص من الشعبي الى اخره. خصكم تعرفوا الشعبي لانه شارك في 20 فبراير، يعني الثروه ديالو في اربع سنوات قسمت على 3.5، يعني داز من 2.5 مليار 2011 10، داز ل 800 مليون في 2015 يعني، والعائله ديالو يعني. وطبعا فهموه علاش، وبحال مثلا كان ندير واحد المشروع مع انديانا ستيت يونيفرسيتي اللي هي احد احسن
جامعات في امريكا على اساس يعطيهم 10% اندومنت يعني وقف من الثروه ديالو الى اخر يعني كيعطيها الاندومنت يعني حوالي 250 مليون دولار ومنعوه لان بالنسبه ليه بالنسبه للناس اللي منعوه هو انه يعني غادي يساهم في التطوير ديال واحد النخبه مثقفه اللي تكونت بشكل مستقل عن النظام الى اخره. بالنسبه للجزائر كاين يسعد ضرب رب حتى هو عنده نفس لان ميلود الشعبي كان هو اغنى رجل في المغرب ويسعد ضرب رب هو اغنى شخص وبجوج يعني داروا ثروه الى حد ما باستقلال عن النظام والريع ديال النظام والفساد ديال النظام الى اخره لان داروها برا داروا الثروه برا. يسعد ضرب رب شرى الخبر مجموعه الخبر اللي كانت هي اكبر مجموعة يعني مستقلة في الجزائر وعندها مواقف جيدة جدا وخط تحريري مستقل على العسكر منعوه المحكمة إدارية قالت ما يمكنش الشريعة شريان المجموعة وأنيلو شريان وصافي والسلام عليكم. شكرا. كلمة للإخوان اللي تفضل. أنا الحقيقة الحديث ديال الأستاذ منجب على الموضوع ديال خطوط التماس ما بين الفساد والإعلام هي اللي خلاتني نبغي نتكلم مباشرة من وراه. في السنوات الأخيرة بحكم أنه داخل المؤسسات الإعلامية اللي اشتغلت فيها كنت إلى حد ما أكلف أو أتخصص بحكم ميولاتي في تتبع وملاحظات القوانين والترسانة التشريعية المرتبطة بالنزاهة والفساد من خلال مقترحات قوانين أو فحص القوانين السابقة أو أشغال الهيئة استراتيجيات الوطنية المعلنة إلى آخره. والحقيقة أن الإنسان لا يحتاج إلى فطنة كبيرة كي يفهم أن هناك برزخ ما بين مغربين، مغرب مكتوب يعلن عن نيته من خلال الدستور أو من خلال القوانين داخل البرلمان أو من خلال استراتيجية الوكالات، ومغرب ملعوب مفصول تماما عن المكتوب. هذا المغرب يسير في اتجاه معاكس لما يعلنه بشكل رسمي في مناسبات مختلفة. وإلا بغينا مثلا نتكلموا غير على بعض الخصائص المرتبطة بالتشريع ديال الفساد في المغرب، فملاحظاتي من خلال هاد 15 عام الأخيرة اللي كنت كنشوف فيها أشغال اللجان والنقاش ديال الجلسات العمومية في مجلس النواب مقترحات الحكومة وفرق النيابة إلى آخره، التشريع في المغرب المرتبط بمحاربة الفساد أو الذي يعلن نيته لمحاربة الفساد يتسم بما يلي. أولا السمة الأولى هو أنه تشريع معقد جدا، وكأنك تحس أن غاية هذا التشريع هو خلق برك أو شباك تلتصق بالمواطنين أو المرتفقين مقاولة كانت أو غيرها لدفعها دفعا إلى الرشوة أو أبوندوني يعني لو سيرفيس ولا لينيسياتيف ولا لا بريستاسيون. السمة الثانية أحيانا أنه تشريع موجود لكنه ليس قهريا أو غير ملزم، لك أن تختار ما بين أن تنفذ هذا التشريع أو هذا القانون ولا تخليه. الملاحظة الثالثة أحيانا هو نص قانوني غير واضح، بمعنى حمل أوجه قابل لكل تأويل، قد يكون مناهضا للفساد بقراءة مرتبطة بالقارئ وليست مرتبطة بالنص، وقد يكون داعما له. غادي نعطيكم مثال من بعد. ثم مسألة أخرى فيما يرتبط بالمبادرة التشريعية، أحيانا تشريع يتم الإعلان على ميلاده ويتم دفنه في الطريق. نأخذ على سبيل المثال المراجعة ديال القانون الجنائي فيما يرتبط بالبند ديال تجريم الإطراء غير المشروع. أخيرا فيما يرتبط بهذه النقطة هذه ديال التشريع، تحس وكأنه تشريع خادم لمشرعيه أو جزء كبير منهم، على اعتبار أنه بالعودة إلى بروفايلات الذين يشرعون أو يحيون بالتشريع المرتبط بمحاربة الفساد، النزاهة غير خادمة لهم، لأنك تشوف
نواب برلمانيين مع أو وزراء ممكن نعطيو حالات طيلة مسارهم الأكاديمي أو المقاولات أو غيره لم يكن لهم في هذا المسار ما يجعلهم ينتمون إلى حالة الرفاه التي يعيشونها. ما عندهم استثمارات، ما داروا مقاولات، أحياناً ما عندهمش مسار أكاديمي راكموا فيه خبرة أو عمل مقاولاتي، ولكن ملي تترجع لزانديس اكستيريور دو لو ريشيس تطرح السؤال حول مصدر هؤلاء. من أين جاءت ثروة هذا الوزير؟ وزير أن مينيستر كي لو برودوي دان كوستار كي نجامي اكزيرسي اميتيي وبقدرة قادر تجد أنه صاحب الشركة لإنتاج السيارات. الدولة أو الحكومة التي هو جزء منها معلنة لدعم هذه الشركة التي هو صاحبها بنسبة 50% في إطار صناعات وطنية لسيارة مغربية 100%. وما تتحرك حد وما تتكلم حد، وكأن الأمر عادي. وبالعودة إلى مسار الوزير، ما عندوش نشاط استثماري، ما ورد. ألوغ هنا كاين المشكل. وتحولت هذه السيارة من سيارة مغربية بيئية إلى سيارة مغربية بيئية مختفية، على اعتبار أن المواعيد التي أعلنت من أجل تسويقها وخروجها غير موجودة، ما كاينش في الشارع. ويجب طرح السؤال على الوزارة الأخرى الداعمة لهذا المشروع، على واش حقيقة دعمات وبشحال دعمات، وإذا دعمات لين مشاو الفلوس، وما مدى أخلاقية هذه الفلوس اللي دخلت لهذا الشركة هذه التي رأسها أو يساهم فيها وزير بنسبة 50%. هذا الأسبوع هذا كنت كنقرأ واحد الخبر واللي حقيقة استوقفني، وهو أن سياسي كان في صف تقدمي يتابع أمام محكمة الجرائم المالية في الرباط بتهمة تبديد أموال، على اعتبار أنه ولا مقاول ودابا ولا في حزب خور، ارتباطا بمشاريع في الجامعة ديال سيدي علا البحراوي. هذا الرجل كان رئيسا للجنة تقصي الحقائق ديال واحدة من أهم الأبناء السياج. وطرحت السؤال، ما الذي يجعل المغرب من بعد 20 سنة يتحول فيه رجل كان على رأس لجنة تقصي حقائق لاختلاسات كبيرة في السياج إلى متابعين أمام قسم الجرائم الأموال في محكمة الاستئناف؟ تتقول في آخر المطاف بأن المغرب لا يخلق فاسدا، المغربي، والمغربي لا يخلق نزيها، لكن يبدو أن المغربي محتاج إلى سلوك دولة ونص قانوني يجعله قويما ومستقيما، وإلا تحولنا كلنا ربما إلى مصير هذا الرجل اللي كان رئيس لجنة تقصي حقائق على السياج، وتحول إلى متابعة أمام محكمة الاستئناف ديال جرائم الأموال. أخيرا سي محمد، ارتباطا بالوقت، تظهر لي بأنه الفساد سياسة عمومية في المغرب، صناعة محلية، لأنه الملاحظة الموضوعية تتقول لك الأنظمة الفاسدة لا يمكن أن تعيش إلا في ظل مجتمعات فاسدة، فتحولنا من نظام فاسد لوحده مع مقاومة للفساد كانت كنظن في المغرب، على اعتبار أن في مناطق كبيرة وكثيرة في المغرب النزاهة والاستقامة قيمة شعبية، إلى إشاعة الفساد داخل الشعب حتى تتحول أو يتحول الفساد إلى قيمة شعبية، وبإشاعته وتمدده تصبح السلطة متخففة من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية وتتوارى بفسادها أمام فسادين، كتقول لك واش غادي ندير نصلح في الشعب كله، شوف كيف عامل. إذن أنا إلى حد ما أتقاسم مع الأستاذ ناجي بقصبي والأستاذ المعطي، وكذلك في حقيقة الأمر في عمق المداخلات ديال الأستاذ نويني ولا حتى الأستاذ الراشدي، أننا لسنا بلدا يبحث عن مداخل للخروج من هذا المستنقع ويخطئ المدخل. نحن بلاد تحاول ما أمكن أنها تبقى هكا في هذا الوضع، وأن تحافظ على هذا البرزخ
ما بين المغربي المكتوب والمغربي الملعوب. شكرا سي عمر. ورجاء ماشي العمر بالضبط ولكن الاخوان كلهم يرجعوا شويه لذاك المقاس اللي كنا اتفقنا عليه من قبل. كاين واحد كتاب صدر في 2012 سميتو Why Nations Fail، لماذا تفشل الامم؟ هذا كتبه واحد جوج ديال الاقتصاديين اسيموغلو اللي استاذ اقتصاد في ام اي تي، وروبنسون اللي هو استاذ اقتصاد في جامعه شيكاغو. هو واحد الدراسه ديال التقاطع ما بين التاريخي والسياسي والاقتصادي على مدى قرون ماشي سنوات، ووصل لهذه الخلاصة هذه. كيشوف دول كيفاش دول مجاورة بعد الأحيان في جزيرة واحدة، بحال دابا ملي كيشوف كيقارن بين هايتي وجمهورية الدومينيك، كيفاش كل واحدة خدات مسار لأن كان عندهم مسار سياسي مختلف. واليوم كنسمعوا بزاف ديال الناس كيقول لك ولا وراها ماشي لا بده يكون عندنا محاربة ديال الفساد وديمقراطية وسيادة ديال القانون باش يكون عندنا نمو اقتصادي على المدى الطويل، وكيعطيو بالمثال ديالو بالصين. هنا هاد الكاتبين كيرجعوا لواحد المقارنة مع شنو وقع في الاتحاد السوفيتي ما بين الثلاثينات حتى الخمسينات والستينات، كانت واحد النمو اقتصادي هائل انه ما اعتبروا انه كان واحد ديفي غاتخاباج، ورغم ذلك هادشي ما منعش ان الاتحاد السوفيتي انهار اساسا على بسبب مشاكل اقتصاديه اللي عاشها. والصين دابا راه غادي في هذا المسار، هذا كتشوفوا هاد الاربع سنين اللي دازت من بعد كوفيد راه كاين واحد الاندحار اقتصادي وغالبا غادي يستمر. فهادشي كله باش نرجع هو ان اليوم كنشوفوا كلشي كيتساءل كيفاش غادي نحاربوا البطاله وكيفاش غادي نجيبوا النمو وكيفاش غادي نستقطبوا استثمارات خارجيه، والجواب راه كاين، ماشي بدا تجيب ماكينسي باش تقول لك. راه شفنا اليوم ولا هذا الاسبوع ان رئيس الحكومه ما جاب ماكينسي باش تجاوب له علاش كاين 15% ديال البطاله في المغرب، كنهضروا له غير الكتاب كيدير 20 اورو نعطيه له وعنده عنده الجواب زعما بلا ما يخسر 10 ولا 20 مليون درهم في دراسه ديال ماكينسي. ونفس الشيء بالنسبه للمستثمرين الخارجيين، كاين واحد الاسطوانه كتعاود كيقول ان المستثمرين الخارجيين كيجيو عندنا حيت عندنا الانفراستركتور، عندنا البنيه التحتيه، عندنا التي جي في وعندنا الاستقرار وهذا. انا كنهضر مع مستثمرين خارجيين، اول حوايج كيهضر معاهم كيقول لك اجي بعدا المستوى التعليمي ديال الناس ديالكم كي داير، الاستقلال ديال القضاء، المستوى ديال الفساد، راه كيمشيو للتقارير الدوليه بلا ما نعاودوا لهم حنا، كيمشيو للتقارير الاقتصاديه والتقارير العالميه كاينه موجوده وكيشوفوا هذا الشيء هذا، وعلى هذا الشيء هذا كيبنيو واش غادي يستثمر في هذه الدوله ولا ما غايستثمرش، لان نهار يوقع عليه مشكل غيمشي للقضاء، القضاء واش غينصفوا ولا لا؟ هذاك هو السؤال المطروح. فباش نخرجوا من هذا الهوس اللي عندنا في المغرب ديال البنيه التحتيه، البنيه التحتيه مهمه ولكن غير كافيه ابدا لتحقيق النمو الاقتصادي. اليوم كنشوفوا واحد نقدروا نقولوا واحد الموجه ديال المتابعات القضائيه وديال المحاكمات كتعلق اساسا بمنتخبين. انا شخصيا درت واحد الدراسه غير دغيا، شفت اللائحه ديال البرلمانيين وشفت كل واحد واش متابع ولا صدر في حكم قضائي ولا هذا، لقيت في مجلس النواب 27 واحد، يا يعني اما يعني تقريبا راه 5% ديال المجلس، 5 ولا 6% ديال المجلس هادو غير اللي متابعين، بقينا راه عارفين شنو عندهم هادو غير اللي ظاهرين. نفس الشيء بالنسبة للجماعات الترابية، للجماعات ولا المجالس الجهوية ولا المجالس ديال العمالات والأقاليم، هادشي مزيان، هادشي ما كيمنعش يطرحوا شكون اللي دفع هذوك الناس داك الفاسدين داك النخب الفاسدة أنها ترشح في الانتخابات ويعاونوهم كاع باش يطلعوا. ولكن السؤال اللي لابد نطرحه هو علاش غير المنتخبين اللي معنيين في هادشي؟ علاش المعينين ما عمرش كنسمعوش المتابعات ديالهم؟ أنا ما عمري ما سمعت على الاقل في السنوات الاخيره شي والي متابع ولا شي عامل متابع ولا شي قائد ولا شي باشا كتصدر في حقهم، كنسمعوا كاين في شي وحدين عقوبات اداريه ولكن ما عرفتش يمكن انا ما نتبعش مزيان، ولكن عمري ما سمعت متابعات قضائيه في حقهم. فكاين جوج الفرضيات، يا اما هاد الناس نزيهين 100% وهنا خاص هاد الناس هادو يقولوا لنا شنو السر ديال النزاهه ديالهم، علاش النزاهه كاينه غير في هاد غير عند المعينين وما كاينش عند المنتخبين،
ولا الفرضيه الثانيه هاد الناس ما كيتابعوش. فواحد الفرضيه صحيحه وواحد غلطه، حنا خصنا يشرحوا لنا شنو هاد الشيء هذا. عجبني السي نوادي فاش تكلمنا على مجلس ديال المنافسه وعلى القضيه ديال المحروقات. بلا ما نهضر على المسلسل نهضر ماشي غير الخلاصه، غير الخلاصه. اول حاجه في الخلاصه اللي كتصدم هو ان كان تقرير برلماني كيقول ان هاد الشركات استنزفت من جهود المغاربه 17 مليار ديال الدرهم. وبالمناسبه هاد الرقم هذا ما كاينش في التقرير النهائي. التقرير النهائي اللي صدر تحيد، كاين في واحد التقرير انترميديير كنخرج ولكن ماشي هو اللي تنشر في الاخر. دونك كنهضروا على 17 مليار ديال الدرهم اللي استنزفات من جهود ديال المغاربه غير في هذيك الفتره ما بين نوفمبر 2015 والصدور ديال التقرير، يعني في منتصف 2018. وكنشوفوا الغرامه اللي عطاها مجلس المنافسه 1.84 مليار ديال الدرهم. هذا تحفيز ديال الشركات باش يبقاو ينهبوا من الشركه من جيوب ديال المغاربه، راه ماشي ردع. واكثر من هذا، وحده من الشركات اللي قبلات انها تخلص هذيك الغرامه التصالحيه، يعني انها كتعترف انها شاركات في النهب ديال جيوب ديال المغاربه. وحده من الشركات هذو مملوكه لرئيس الحكومه. كما في شي دوله اخرى كتحترم المؤسسات وكنهضرنا على السياده ديال القانون، راه الحكومه ما يزيدش نهار واحد في هذاك المنصب، لانه مؤسسه دستوريه مره اخرى، ماشي اقوال ديال الشارع ولا ديال الصحافه ولا مؤسسه دستوريه كتقول لك ان هذيك الشركه مع 8 ولا 9 ديال الشركات اخرين نهبوا الجيوب ديال المغاربه، ما خصوش يزيد نهار واحد في هذاك المنصب يقدم استقالته ولا يتحاكم حتى هو. وشنو وقع؟ ما وقع حتى شي حاجه، دوزنا بجغيبه ديال الماء ودازت. كنشوفوا مؤشرات اخرى ان الدوله ربما متضايقه ايضا من هذا من الناس كيطالبوا بمحاسبه. وانا كنشوف شنو واقع مثلا الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام. خرج رئيس الجمعيه مؤخرا كيقول ان الجمعيه ديالو اللي كان عندها واحد الدور كبير في تقديم واحد المجموعه ديال الملفات العداله وملفات يعني بالدلائل وبكل شيء محرومه من الوصل النهائي ديالها. جمعيه يعني كنظن ان كاين شي باجماع اللي كتقول انها كتقوم بواحد العمل جيد، وزاره الداخليه رفض انها تعطي الوصل النهائي. وهذا الرفض ديال الوصل النهائي جعل ان وكيل مالي كنظن في شي وكيل مالي ولا النيابه العامه، النيابه العامه في محكمه رفضات انها تستلم هذاك الشكايه بما ان ما عندهاش الجمعيه ما عندهاش الوصل النهائي. وهذا ماشي عرقله العمل محاربه ديال الفساد. فهاد كيف قلت انا هاد المؤشرات كاملة ما كتجعلنيش انا صراحة متفائل، وما حدنا ما ربطناش مسألة ديال النظام السياسي بالمحاربة ديال الفساد، وبالرغبة واش كاينة المحاربة ديال الفساد. فمع الأسف ما نقدرش نحلوا المشاكل العديدة الأخرى اللي كاينة في المغرب. وشكرا. في الحقيقة أنا عمليا تنظن كلنا تشخيص دو توت فاسون جو بونس كلشي راه متفق معاه واضح، سواء جا من المجتمع المدني أو من هيئة دستورية أو من العمل اللي تيقوم به الباحثين. العنوان العريض قال السيد أشعري هو التراجع. طبعا كاين تضخم في الخطاب حول مكافحة الفساد، كاين يعني في الوقت اللي ولا هذا تضخم الخطاب، في الوقت اللي ولات عندنا مؤسسات، في الوقت اللي ولات عندنا آليات، في الوقت اللي عندنا قانون، في الوقت اللي فقانون على الأقل دستور، مع ذلك نحن نتراجع لأننا لا نتقدم بالتالي نتراجع. ولكن نتراجع كذلك رقميا راه جا في التدخل ديال السي الراشدي. أنا بعد أولا تنعتبر هاد الخطوات القليلة ديال التقدم، الإضاءات القليلة اللي كاينة راها ما جاتش ما طاحتش من السماء، راه كانت بفضل الضغط ديال الشارع. هذاك النص اللي جا في الدستور ديال ربط المحاسبة بالمسؤولية رجع لإثر الضغط ديال الشارع في حركة 20 فبراير. إذن أنا سنعتبر بعد أولا المنطلق هو دائما هذا منطلق سياسي. طبعا أنا بالنسبة لي ما في ذلك شك هذا الموضوع هذا ماشي، وأنا هنا تنميز في الحقيقة ما بين نظام الامتيازات وما بين نظام الفساد وما بين الرشوة. الرشوة هي اللي عمليا دابا أصبحت منتشرة في وسط المجتمع والمجتمع مطبع معها، وهي خطيرة وهي تعود وبالا على المجتمع بنفسه. ولكن أنا بالنسبة لي هذه أقل خطورة من نظام الامتيازات ومن نظام ديال الفساد اللي فيه رابط
يعني الارتباط اللي كاين ما بين الاقتصاد وما بين السلطه، ما بين الاقتصاد وما بين ما بين ما بين السياسه. واعتقد هنا هذا هو لو نو جوستمون اللي خص ماشي خص نقاش فيه. انا تنظن ان جبرا كلشي عارف هذا الشيء، راه ماشي هذا هو المشكل ديال علاش فشلنا. فشلنا انا بصراحه راه كاين ممكن ندخلوا في نقاش طويل وعريض علاش فشلنا، ونحطوا الاسباب الكبيره والاستراتيجيه والصغيره والمتوسطه الى غير ذلك، هذا ماشي هو المشكل. ولكن انا اسمحوا لي غادي نقول لكم غير كمواطنه مغربيه طبعا غيوره على هاد البلاد وغيوره على هاد الصعوبات اللي عندنا في بناء نظام اللي نظام سياسي اللي غادي يكون مستوى التحديات اللي مطروحه في بلادنا. وانا تنعتبر هاد القضيه ديال الفساد وهاد القضيه ديال الامتياز النظام ديال الامتيازات هي بالضبط واحد النقطه اللي ممكن يتلقاو فيها مختلف المشاريب ومختلف التيارات ديال اللي كاينه في البلاد. وانا ما تنتفقش مع السي النويضي، يمكن قالها بشكل تلقائي عفوي ديال انها هي فقط قضيه ولا رهان ولا ديال اليسار. كانت طبعا في واحد الوقت ملي كان اليسار هو اللي متواجد في الساحه كان طبعا وحده من القضايا ديالو، ولكن انا اعتقد هذه القضيه بالضبط تيجتمعوا فيها تيارات كلها السياسيه من الاسلاميين الحركات اليسار الى غير ذلك. وبالتالي انا بالنسبه لي هنا فين خصنا نتناقشوا، وانا سنعتبر هذا راه تنجلسوا نضيعوا واحد الوقت طويل وثمين في نقاشات قضايا المجتمع وقضايا الهويه اللي غادي تستمر معنا وخصها تستمر معنا، لان في المجتمع ما غادي نوليو شي ما غادي نوليو شي وحدين، ما نكونوش شي وحده منسجمه، بالضروري غادي نكونوا مختلفين في النظره للقضايا الهويه وقضايا المجتمع. ولكن هذه المساله هذه هذه القضيه ديال مناهضه مكافحه الفساد ومناهضه نظام الامتيازات، لان بالنسبه لي يعني سؤال سياسي اعرض واوسع، هذا تيتطلب شويه ديال التواضع وشويه ديال نحيدوا العمل الايديولوجي ونتحلوا بالجرأه السياسيه اللي تخلينا نتقربوا من بعضياتنا لما فيه مصلحه هذا البلاد ومصلحه هذا المجتمع ومصلحه المستقبل. لان راه انا تيبان لي هذه الوتيره اللي حنا ماشيين بها وهالطريقه باش يتعاملوا معنا هاد الحكام اللي تيحكموا بلادنا سواء مختلف كما قلتي لو سيستم كله اونونتي، راه تيتعاملوا معنا على اننا قاصرين دايرين ما بغاو، لانه اش غادي راه ما يمكن يكون المدخل الا سياسي. اش غادي نتوقعوا ننتظروا من حكومه اصلا وصلات عن طريق انتخابات فاسده؟ ما كاينش الهضره الناس يبقاو يروجوا ايوا لا العداله والتنميه طاح لانه داكشي اللي جاب، لا كاين فساد قالك زعما كاين اخطاء كاين هذا اكيد، ولكن كاين فساد. واش غادي نبقاو نغطيو الشمس بالغربال غير لاننا عندنا خصومه سياسيه او ايديولوجيه مع طرف معين؟ انا تنظن راه خصنا نتحلوا بواحد النوع ديال الوطنيه هنا. انا بالنسبه لي هذه راه دعوه ديال الوطن وديال المواطنه، ديال انه راه ما بقاش ممكن نغطيو الشمس بالغربال. وهذه القضيه بالنسبه لي لا اتصور انه ممكن يكون حولها خلاف، خص فقط الناس تحلى بالجراه وبالاراده السياسيه وتجاوز الاشكالات اللي تتوقع لنا، لان بمجرد داير مجرد تيبدا واحد النوع ديال التقارب تيتكلبوا علينا، ماشي لانه غادي لان بالضبط عارفين اننا غادي هذاك النقطه المحوريه والجوهريه والاشكاليه هي اللي غادي تكون نقطه تلاقي. المغاربه السي رشيد طبعا راه ولاو مطبعين مع الفساد، ولكن في نفس الوقت راه تيتلطاو بالنار ديال هذا الفساد. وانا تنظن النخب هي اللي عندها مسؤوليه تلعب الدور ديالها على هذا المستوى باش نعتقوا شعبنا تان هذه القضيه ديال عباد الله ديال التطبيع مع مع مع, مع الرشوه وديال اعتبارها امر عادي وديال فوالا. اذا هذا هو في الحقيقه اللي كنت باغي ناكد عليه. ولكن في نفس الوقت باغي نقول في هذاك الشيء ديال القضيه ديال محاربه الرشوه، انا تنظن كاين واحد العمل تيدار وماشي غير في هذا المجال، في مجالات متعدده، راه كوميم تيعطي الثمار ديالو في واحد الحدود. هذا الشيء ديال الرشوه انا في الحقيقه بالنسبه لي غادي نقولها لكم لان انتم معنيين ب راه هذه واحد 60 ولا 7 سنين مشيت لواحد الاداره عموميه نقضي واحد الغرض، مشيت في الصباح بكري لقيت ما الموظفين اللي خصهم يقوموا بهذا العمل مازال ما وصلوش، جاوا شي وحدين كان يمكن لهم يديروا، قال لك لا ما غادي نديروش، تجي السيده المعنيه بالامر. حمدت الله وجلست قبضت الجريده ديالي نقرا، واحد الساعه وانا تلقى البوستر ما عرفتش واش ديال الهيئه ديالكم ولا ديال غالبا بوستر
دايرين فيه رقم ديال في حاله ما الا تعرضتوا لشي مشكل ما تيمكن لكم تواصلوا. انا ما كنت غنتواصل ما والو، غير بغيت نسجل الرقم عندي في حاله ما. هادوك الاداريين اللي شافوني تنسجل الرقم جاو تيتجالوا عندي، استاذ ياك لاباس شنو بغيتي، قضاو لي الغرض في ساعه. هذه مساله بسيطه، ولكن انا تنظن اليومي ديالنا كمواطنين هذا راه حوايج كوميم عند اهميته. داك تي سي لو طون بوليتيك اللي هضروا عليه، تي سي اوسي لو طون سيفيل. جو بونس هادو سي دي بيتيت شوز مي سون تري امبورطون دون لو فيكو كوتيديان ديال. وبالنسبه لي هيئه من قبيل الهيئه اللي تيترأسها السي البشير الراشدي، والمجتمع المدني وجمعيات من قبيل ترونسبارونسي ولا جمعيه الفساد المحاربه هذا، هذه كلها ما يمكن تكون الا اضاءات، وما يمكن الا تكون حوايج اللي عليها خصنا نبنيو، ما يمكنش نعتبروا راسنا حنا في غنى عنها لاننا فقط تنهتموا بالابعاد والمداخل السياسيه. لا، انا تنعتبر هذا العمل اليومي اللي تيدار خصنا نراكموا عليه وخصنا نرصدوا حوله. شكرا. شكرا. انا في البدايه بغيت ننوه بالدور اللي كتقوم به هذه الهيئه الوطنيه. أنا عندي أمل كبير في هذه الهيئة الوطنية، لأنني لا أعتقد أن المشكل مشكل مؤسسات فقط، بقدر ما هو مشكل جرأة رجال. اليوم في المغرب، ونساء طبعا، اليوم في المغرب عندنا ما يكفي من المؤسسات التي تفتقد رجال ونساء يتحلون بما يكفي من الجرأة وتحمل تبعات الجرأة في تحريك هذه المؤسسات. وأنا كنوه بالدور ديال الهيئة، لأن شفت وقريت أن الهيئة منذ البداية ديالها على الأقل العام اللي فات، قريت الجرأة اللي تحلت بها في مساءلة رئيس الحكومة بشأن ما قال مجموعة من القوانين، واحد الشكل اللي بينات على الاستقلالية ديالها وعلى الجرأة ديالها أنها هي هنا باش تقوم بمتابعة هذه الأشياء، وبالتالي قامت بدور ديالها. وأنا كنوه بهذا التوجه، وكنظن أن تكاثر توجهات وسلوكيات من هذا النوع من شأنها أن تخلق الجديد في بلادنا، ماشي فقط في مجال في هذا المجال بل في مجالات أخرى كذلك. تكميليا لما قيل، أنا كنظن احنا يمكن أن نتفقوا أن الفساد ماشي ظاهرة غريبة عندنا. اللي غريب واللي جديد هو أننا وضعنا مكافحة الفساد كعنوان للسياسات العمومية، هذا هو الجديد. ما الفساد مستشري، الفساد جزء طبيعي من الجسم السياسي، قال نجيب طبعا، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، إلى درجة أن الناس الشحنة ديالو أخلاقية ما كيناش. بعض الناس كيظنوا أن التداخل مثلا ولا التضارب ولا الخلط ما بين المصالح الخاصة والمصالح العامة مسألة عادية جاري بها العمل. المشكل اللي كتولي النخاب اللي مفروض أنها تكون قدوة بأن المجتمع ديال المجتمع كتحل كتخلق هذه المشاكل. كاين ناس اليوم كنعرفهم شخصيا أطر عليا تتقاضى أجور عليا أكثر من وزير، تشتغل في القطاع العام، تشتغل نصف النهار مع الدولة كموظفين في القطاع المجرم، ونفس في القطاع الخاص عنده لزافر ديالو خاصة، كينوض الصباح كيخدم على زافر ديالو كيمشي للقطاع العام كيمشي للشركة. هادو أطر، ماشي أطر، ويعتبر أن هذا عادي. طبعا خصوصا بعد الكوفيد، لان الكوفيد خلق واحد الناس بدات كتخدم في الدار، كتمشي مره للخدمه وترجع. كندوي على القطاع العام، ما كندويش على القطاع الخاص. كاينين، كاين اطور. هذا كاين عندنا مشكل اليوم مع البيريمتر، مع الحدود ديال ما يسمى بالمصلحه العامه. شنو هي المصلحه العامه اليوم؟ المد النيوليبرالي اللي عرفناه، اللي دخل اللي اجتاح المجتمع والسياسات، اجتاح العقول والتمثلات، ولا ما بقاتش النيوليبراليه، ولات ليبراليه اباحيه.
الخلط ما بين المصالح جزء منها وعادي. واللي خاطر في الامر اليوم هو اننا نطبع مع هذا التوجع مع هذا المنحه. وهذا التطبيع مع هذا المنحه كنعطي واحد الصوره للراي العام المغاربه ان هذه المسائل عادي انها تضارب وتداخل بعضها البعض. نقطة أخيرة بغيت نعطيكم نقدم لكم واحد نعطيو شوية ديال واحد نتائج ديال واحد الدراسة حول الثقة في المؤسسات شاركت فيها أنا كنا شفنا السي رشدي بالمناسبة. نعطيكم بعد نتائج هذا الدراسة درت في 2021 واستطلاع ديال المهم فيه هو أن العينة فيها 6000 واحد دونك ماشي عينة ديال 300 ولا شي. المحددات الاجتماعية والديموغرافية للثقة في المؤسسة، طبعا أنا ما ندخلش في التفاصيل ديال الثقة في المؤسسات، أنتم عارفين بأن المؤسسات السياسية ما كاينش ثقة فيها، هادشي معروف. ماشي هادشي المهم، المهم هما المحددات. المحددات الاجتماعية والديموغرافية للثقة في المؤسسات. الجنس عنده تأثير كبير. الرجال مستوى يتمتع الرجال بمستوى أعلى من الثقة في المؤسسات مقارنة بالنساء. 60% ديال الرجال تقريبا 40% ديال 46% ديال النساء. العمر طبعا حتى هو عنده دور. كبار السن لديهم مستويات أعلى من الثقة. من حيث الدخل هذا مهم. الانتماء إلى الفئات الميسورة الأكثر ثراء لها تأثير إيجابي على الثقة. ما حد كتربح الفلوس وانت كتثق. عوامل الثقة. الأدبية الدولية كتقول في عوامل الثقة في المؤسسات الرضا في الخدمات العامة، تعليم الصحة، الاقتصاد، الرضا في الوضعية الاقتصادية الفرص ديال الشغل طبعا، النزاهة بما في ذلك الشفافية ومكافحة الفساد، الإنصاف. في المغرب هذه العوامل كلها الصف الأول هو النزاهة العامة. كتحتل الصدارة ديال المحددات ديال الفساد في التمثلات ديال المغاربة طبعا. 91% كيعتبروا أن الفساد متكرر ومتكرر جدا في المغرب. 91 و 62 لا يثقون في الحكومة في إدارتها للموارد العامة. وبين النتائج الغير منتظرة الذي كشفت عنها هذه الدراسة أن المجموعات ذات الدخل المنخفض والمرتفع هي اللي كدير أكثر ثقة في المؤسسات. ما حدك إذا كنت ما عندك والو كتقول كتصفق كتطبل، ولا كنت الفوق راك معاه، ولكن الطبقة الوسطى هي اللي فيها الإشكال. النقطة الثانية اللي كتجعلني أنا متفائل بالنسبة للعمل اللي كيقوم به هي هذه، هي أن الثقة القائمة على لي بروسيس بالنسبة للمغاربة هي أهم من الثقة في النتائج. هذا أهم. معنى شنو؟ معنى أن المغاربة ما كينتظروش المعجزات، كينتظروا إشارات قوية وإنجازات كتفعل على أرض الواقع وكتعطي الاعتبار ديالها شوية، ما كينتظروش نتائج. إلا تخلقت هذه القضية هذه غتخلق واحد الدينامية واحد تقلب سميتو المنسوب ديال الثقة اللي كاين اليوم. هذا قاسم معكم هذه القضية. بغيت نكمل في نقطة واحدة هي المسألة ديال اللي قال رشيد مهمة جدا، ديال كيفاش استشراء. أنا اللي كتهمني هي هذه المسألة اللي خطيرة هي هذه، كيفاش تطبيع ولا اليوم مع هذه الدائرة ديال التدخل ديال المصالح. لأن إلا ما يمكنش نغيروا الأشياء، إلا كان النظام السياسي طبعا عنده جزء في هذا انا كنتسائل دائما، كيقول النويضي كاين ضعف في الاراده. انا ما كنظنش، انا كنظن ان ما كاينش ضعف في الاراده، كاين ضعف في الجراه. لان عبد العزيز كتقول ضعف الاراده السياسيه اللي كتجلى في ثلاثه الاشياء: وضع القوانين،
إعطاء الإمكانيات المادية والتكوين. أنا كنظن يمكن يكون عندك القوانين اليوم وبيننا أن كاين قوانين خرجت وما خرجت مراسم التطبيق ديالها مثلا، يمكن تكون عندك الإمكانيات وكونتي الناس وما درتي والو، ما فعلتيش. دونك وهذاك علاش؟ لأن الجرأة كتطلب واحد ريسك، فيها مخاطر طبعا، فيها مخاطر. فوالا، شكرا سي محمد. سي عبد العالي، ومن بعد غادي نعاودوا نرجعوا. شكرا سي محمد. شكرا سي العزيز وسي البشير على هذه العروض ديالهم القيمه. في الواقع دابا باين هو الفساد هو واحد المحصله ديال الاختلالات في النموذج السياسي واختلالات في النموذج الاقتصادي. يعني النموذج السياسي فيه اختلالات كيخصها تعالج، والنموذج الاقتصادي فيه اختلالات. وكيبان لي ما خصناش نفكروا زعما بنظره ماشي واقعيه، يعني خصنا نفكروا كيفاش يمكننا نحاربوا الفساد من خلال المؤسسات الموجوده، من خلال المؤسسات الموجوده. لانه بعض الامور اللي كنرفعوها طبعا كشعارات عمليا ما غاديش تقدر ديرها. فعلى الاقل هذه المؤسسات اللي هي موجوده، الا طلعنا اليوم على الوضع مثلا على المستوى السياسي، المؤسسه ديال البرلمان كاين بالفعل مشكل كبير. هذا القانون مثلا ديال مشروع القانون الجنائي اللي كيتضمن تجريم الاسراء الغير مشروع راه دوز في البرلمان 5 سنوات. علاش؟ شنو هو السبب؟ لانه كاينه بنيه حزبيه تحمي يعني عدم تمرير هذاك القانون، وتعرقل بالفعل من طرف احزاب في المعارضه واحزاب في الاغلبيه وبتواطؤ حتى مسؤولين حكوميين وبعضهم تقدمي اللي ما بغاش يدوز هذاك القانون، لانه بالفعل وما كيشملش زعما هذاك الاسراء غير المشروع راه كيتعلق بالموظفين العموميين، ما كيتعلقش بالناس اللي كيجيبوا اللي قال عليهم اللي قلت عليهم زعما ما عرفتيش منين جابوا. لا، كنتكلموا غير على الموظفين العموميين ديال الدوله، يعني حتى هذه نوقفوا ضدها، فمعنى انه كاين اراده زعما ديال تحصين الناس اللي كيراكموا ثروات بواسطه يعني استغلال موقعهم داخل السلطه، وهذا مشكل كبير. يعني فاش يعني نقدروا نواجهوه. كنظن الان دابا كاين السحب ديال هذاك القانون الجنائي، وكاين السحب حتى ديال مشروع اخر يمكن الناس ما انتبهولوش بزاف، جوج المشاريع، واحد متعلق بالمناجم كاينه مصالح، واحد متعلق باحتلال الملك العمومي ديال الدوله، وهذا الشيء فيه المصالح. اذا كاينه نخب تدافع عن هاد عدم توضيح المسالك ديال مراقبه المال العام باختصار شديد، هي ما باغياش يكون عندنا قوانين كتوضح. اذا كيخص نضال على المستوى المؤسساتي باش يكونوا نخب. طبعا كاينه اليوم ما يمكن ان نعتبره حمله ديال التطهير تقريبا في صفوف واحده، ولكن دابا اليوم هي انتخابات جزئيه، يعني مرشحين كتلقى لي بروفايل اللي كاينين ديال الناس اللي دوز رمضان كله هو كيعطي الناس القفه ديال المساعدات، ما عندوش لا خطاب سياسي لا تعبئه، استغلال الفقر ديال الناس والهشاش. وطبعا كاين مشكل في القانون، وهنا بغيت نتكلم على الهيئه لان عندها ادوار فيما يتعلق بالاقتراح وكذا. بعض القوانين راه كتسمح بالفساد، من هذه القوانين الانتخابيه اللي دخلوا فيها الامكانيه ديال ان المرشحين كيمكن له يدير ما يسمى بالاطعام، كانت مجرمه من قبل ولات جائزه بضغط ديال 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 طبعا ديال المطعم. كاينه امور ماشيه قوانين ولكن هي مهمه كآليات، بحال دابا الخطه الوطنيه للديمقراطيه وحقوق الانسان، دابا تم التعطيل ديالها، هي كاينه موجوده، كيمكن الهيئه تطالب بالتفعيل ديالها لان كاين تلازم بين الديمقراطيه وحقوق الانسان وبين هذا الموضوع ديال. كاين ايضا هذاك الاختصاصات اللي مرتبطه بالهيئه سواء المتعلقه بابداء الراي او اللي متعلقه بالتنسيق ديال السياسه، فعلى حسب اللي فهمت بحال هذاك الشيء دابا توقف. لا، الهيئه كاين خصها تقوم بالدور ديالها وتمارس الاختصاصات ديالها، وما عرفتش شحال النسبه ديال اللي عندها الحق باش تحيل ملفات المحاكم الاداريه ولا المحاكم الماليه. ما خصنا مزيان الا كان انا ما كان تقرير 2022 كنظن وقيل اخر تقرير 2022 لا 2023، اذا انا ما محينش زعما المعطيات ديالي ما فيها، بس الا كانوا شي
كاين الموضوع ديال دابا هادشي ديال التحسيس، يعني كنتكلموا على الثقافه، المواطن ولا كيعتبر هادشي ممكن يكون الا بالتحسيس. التحسيس يتم عن طريق الاعلام. الاعلام ما فيهش شي حاجه سميتها الاعلام، خاصه اللي كيشوفوه المغاربه بزاف اللي هو التلفزيون، ما فيهش، ما فيه لا ندوات لا نقاش لا. ها هو دابا 27 ديال الناس معتقلين والملفات المتفاعلين اكثر، ما كاينش نقاش، في حين انه يمكن نقترحوا يكون نقاش في وسائل الاعلام العموميه لانه كيساهم في توعيه المواطنين، وهذا داخل في اطار حتى المهام ديال الهيئه. لاننا بالنسبه لي زعما خصنا نستثمروا ما يمكن على الاقل من داخل المؤسسات اللي هي موجوده، وطبعا دائما غتكون العراقيل، دائما غادي تكون التحديات، ولكن طبعا هذا كاين القانون، والقانون كيعطي الحق. وطبعا راه كاين يعني مجموعه ديال الاختصاصات ما بغيتش انا نتكلم عليها كلها لانها كثيره، وكيهمني بزاف ان نتكلم على الاشكاليات اللي مرتبطه بالمؤسسات من هذا النوع، سواء الهيئه ولا مجلس المنافسه، حتى هو عنده واحد الدور، لان الاختلالات اللي كاينه في المجال الاقتصادي راه مرتبطه اساسا بالاحتكار والرغبه في، وهذا الشيء ديال تضارب المصالح. راه كاين ما بالنسبه ليا ما عنديش الوقت باش نطول بزاف، ولكن حتى المجلس ديال المنافسه ما قايمش بالدور ديالو كما ينبغي فيما يتعلق بمحاربه الاحتكار. هذيك ما سمي بالغرامه التصالحيه، لان واحد التقرير طويل شويه ما غاديش نطول عليكم فيه، ولكن داك الشيء في الحقيقه ما لا يشرف، ما كاينش النقاش العمومي باش نسلطوا الضوء على داك الشيء، ولكن داك الشيء في الحقيقه راه لا يشرف. سمحتوا لي مثلا عليتي ما غاديش ندخل في هذاك، خاصه فيما يتعلق بالمحروقات، ما يتعلق بداك الشيء ديال تندراره ما هضرناش عليه. زعما كاينه مشاكل كبيره اللي خاص على الاقل غير نتناقشوا فيها، راه غادي نبداو نتقدموا تدريجيا، ولكن ما كنتصورش ان شي نهار غادي نعسوا ونفيقوا ونقولوا حاربنا الفساد، كان خاص واحد شويه. طبعا متفق مع الاخت لطيفه البحسيني، خاص تضافر الجهود ديال الجميع، اللي عندهم اراده حسنه للتقدم بالبلاد كيخصهم يشاركوا ويساهموا في اصلاح الوضع السياسي، ولا ثم اصلاح الوضع الاقتصادي، راه هذو ما فين، وتكون منافسه حقيقيه، لانه هادشي في الاخر شكون اللي غيربح منه؟ راه ماشي راه حنا في اطار صراع، راه الدوله فاش يكون عندها اقتصاد مبني على الاحتكار راه هي في وضعيه هشه، ان كتجي اي تقلبات في العالم ولكن الا كان عندك اقتصاد مبني على المنافسه، عندك مؤسسات حقيقيه ماشي واجهه ديال الديمقراطيه، ولكن الداخل عندك يعني منتخبين يقومون بحمايه الفساد، او على الاقل ما كيبغيوش يطوروا الاليات ديال محاربه الفساد. وهذا الشيء ديال الانتخابات بالخصوص مزيان، انا سمعت تما كاين زعما اهتمام به، كاين بزاف ما يدار فيه، وعلى الاقل لان فاش يجي الراي من عند الهيئه ديال مكافحه الفساد، لان انا نقدر نقول لكم دابا اليوم ما بقاتش انتخابات في المغرب، الا بقينا غاديين هكا ما كاينش انتخابات، كاينش انتخابات بدءا من المواطن ما يبقاش يصوت صافي، يعني انتهى الواحد. اليوم شوفوا انتخاب الجزئيه دائما كانت كتكون ضعيفه، ولكن دابا ما كاينش كاع تقريبا المشاركه، الناس ما بقاوش يبغيو يمشيو يصوتوا، لان ما بقاش الحد الادنى ديال الثقه، وهاد الناس اللي كنثق فيهم شويه ما فيديهمش صافي، ما فيديهمش، وكاين واحد القوه قاهره قادره باش تفرض داك الشيء اللي بغات عن طريق هاد الوسائل، اما شراء الاصوات ديال الناس، اما تدخل السلطه، اما كذا اما كذا، كاين بزاف ديال الاليات، هادشي خصو فيه تسليط الضوء باش على الاقل تولي عندنا مؤسسات شويه اللي فيها الحد الادنى من الثقه والمصداقيه. شكرا. هي فعلا يعني هاد التشخيص ديال الفساد كما قالت الصديقه لطيفه، راه عندنا تخمه في الخطاب، وعندنا تعدديه في المؤسسات والهيئات والمتدخلين، وفي المقابل كما جيت يعني كان التشخيص هو في المقابل الفساد يزداد. اذا كاين مشكل، والتشخيص الموضوعي هو اللي جا في الجمله الاولى في مداخلتك، هو اللي في تدخل الاستاذ نجيب، هو ان الفساد في المغرب تاريخيا وسوسيولوجيا وثقافيا وسياسيا وعلى جميع المستويات هو نمط حكم، هو اسلوب في التدبير،
وهو شنقول نمط عيش كذلك بالنسبة للمواطنين. يعني الفساد هو واحد ظاهرة مركبة بين القمة والقاعدة. كيفاش يمكننا نخرجوا أو شنو الحل؟ الحل ماشي في أننا نحارب الفساد فقط بهذا الخطاب أو بهذا وضع استراتيجيات، ولكن هو في واحد يعني ديمقراطية حقيقية فيها ربط المحاسبة المسؤولية بالمحاسبة، فيها استقلالية واضحة للقضاء، يعني واحد المنظومة عدالة اللي كتدخل اللي ما فيهاش فيها عدم الإفلات من العقاب. يعني بهذا الحل يمكن لنا نخرجوا من الفساد بالخطاب، تكوين، تربية، داكشي تحصيل حاصل. يعني ملي كتكون كنتكلموا كاملين على إرادة سياسية وعلى جرأة فاعل سياسي من أجل القضاء على الفساد، ما يمكنش تجي الجرأة من واحد اللي كيمتلكوا السلطة وهما المستفيدين من الفساد أو هما المستفيدين من هذه الامتيازات. يعني بحال هذاك الفاعل اللي كنتظروا منه أجرأت كل هاد التدابير اللي شفناها دابا اللي جميلة اللي غادي تصلح لنا فعلا هاد يعني اللي غادي تقضي على الفساد، هادوك أصحاب السلطة اللي غادي يمكن يديروا هاد الأجراء، يعني اللي كيشرع هو اللي كيحكم هو اللي كيدير الضبط هو اللي كيبيع هو اللي كيستثمر، إذا ما يمكنش كي تضارب المصالح، وهذا تضارب المصالح لا يمكن إلا أن تنتج فسادا دائما ومستشريا، وما يمكنش لنا نحاربه، لأن نهار نتحولوا من مواطنين من زبناء إلى مواطنين حقيقيين، ديك الساعة غادي نكونوا قضينا على الفساد. للأسف المواطن المغربي هو زبون عند كل المسؤولين السياسيين من القمة من الكبير إلى الصغير، يعني كلهم كيبيعوا لنا. إذا ما يمكن لنا إلا يكون هذا التضارب المصالح الخطير اللي غادي يخلق فاسدين كبار وفاسدين صغار، لأنهم تهما في التقرب ديالهم للسلطة السياسية أو اللي كيمتلكوا السلطة وكيمتلكوا الثروة، فهذاك التقرب والبحث على الامتيازات الصغيرة نصير جميعنا فاسدين بشكل من الأشكال، وهناك تطبيع مع الفساد وشرعنة الفساد، ونحاول أن نجد لنا مبررات نفسية لكي نقول أننا حتى صمتنا على الفساد راهو فساد، لأن مثلا احنا فاعلين إعلاميين، هذا الصمت على مجموعة من حالات تنافي وتضارب المصالح الواضحة اللي ما تكلمتش عليها الإعلام وما تشكلتش قضية رأي عام وفضائح سياسية، اللي كنا في دولة ديمقراطية تكون فضيحة سياسية، ما يمكنش رئيس الحكومة يبيع لينا شي حاجة كما كانت، ما يمكنش، ما كيناش في شي نظام ديمقراطي، ما يمكنش وزير يكون كذلك مستثمر. إذا غادي تكون تضارب مصالح مهما بلغت نزاهتهم، ما يمكنش تنظرياً وأخلاقيا ما خصهاش تكون. إذا هاد المظاهر كلها تجليات لفساد مركب صعب محاربته، وكاين كذلك كاين فساد يعني في الفوق وكاين فساد كذلك الصغير لتحت. يعني أنا كنشعر بأن المواطن عنده استعداد، ما عرفتش واش فطري ولا تاريخي ولا نفسي للفساد. يعني كنشوف بزاف الناس قبل ما كيمشيو لاي مؤسسه كيديو معاهم الصرف عادي، كيقول لك خصني باش ما فيها ما نوقف خصني لا ماشي كيديرها بطريقه يعني كيتخبى شي حاجه عاديه. يعني اي واحد بغى يدير دراسه جدوى للمشروع ديالو باش يستثمر في شي مجال واخا مقاوله صغيره، كنديروا ميزانيه ديال الاستثمار وكنديروا حدا واحد الميزانيه صغيره ديال الفوربواغ لونفلوب القهوه الاكراميه، كنسميو عنده تسميات عديده في مجال الاعلام باش نديروا تغطيه اعلاميه، كتجيبك شي شركه او مؤسسه سياسيه كتعطيك اوتيل 5 ايطوال، كتعطيك واحد الكادو في الاخير، كاينين دي زونفلوب كانوا كيتعطاونا في المؤسسه الاعلاميه من مؤسسات عموميه، يعني باش انت دير التغطيه لواحد الحادث كما كان، كاينين دي زونفلوب كيتعطاو الإعلاميين بشكل علني وكيوقفوا الناس في الصف باش ياخذوهم بأنها حق.
اذا هي عادي انا حق عادي باقي ما عطاوناش ولا كاينه في كل وزاره كنظن اللي كيدير الصحافه في كل سفريه ديال شي وزير ولا نشاط هذا كيكون واحد الاكراميات للصحفيين حتى ما كانش على الاقل تكلف تكلف اي مؤسسه او مهرجان او بالاقامه وبالنقل وبهذه الامور كيخليني بلا ما نحس انني ما نقولش الحقيقه كامله وهذا هذه التصرفات وان بدت بسيطه فهي تجلي من تجليات الفساد. كان عندي سؤال استاذ رشيدي اذا سمحتي قلتي الناس المعرضين للفساد اكثر 38% قلتي من المغاربة المقيمين في الخارج و26 من المواطنين القاطنين و23 من مسؤولي اللي كتطلب يعني هاد الارقام شنو هو المصدر ديالها واش هما بلغوا ولا غير ما عرف بغيت نعرف شنو اذا ما كاينش التبليغ كنت قلتي بان التبليغ قليل على يعني حتى المساله ديال المبلغين عن يعني الفساد في المغرب ما كيقدروش لانهم كيتعرضوا للاقصاء جميع المبلغين على الفساد ما محميينش نهائيا يعني في المؤسسه مثلا اللي كنشتغل فيها اي واحد قال هذا الشيء ماشي معقول كيتم تهميشه بزاف الصحفيين راه تعرضوا للمضايقات لانهم بلغوا على الفساد اذا انا غير مؤخرا اتصل بفنان كيهضر معايا قال لي فلان طلب مني رشوه قلت له واش عطيتي باش نشارك في واحد العمل قلت له واش عطيتيها له ما كانش قال لي اضطريت نعطيها له قلت لي كيفاش درتي قال لي تلاقيته عطيتها له بيني وبينه قلت لي واش عندك شي دليل ولا شي حاجه بانك عطيتي هذيك الرشوه قال لي لا انا مشيت قلت لي وعلاش قلت لي انت اللي مسؤول انا لا الوم من طلب منك الرشوه كنلومك انت وبشده لانك كاين واحد الرقم كديرو النيابه العامه عيط له ويضبط متلبس قال لي لا ما يمكنش ندير هكا لانني ساغلق علي ابواب العمل الى الابد وفعلا جميع الناس اللي كيتعرضوا للمضايقات او ابتزاز وهذا كيخافوا لانهم رجعت في التقرير ديال الاستاذ رشيدي بانه كتمشي لهم بعض الامتيازات الى بلغوا لان كيقولوا هذاك راه فيه المشاكل ما نتعاملوش معها مستقبلا وهذا مؤسف اذا صعيب نحاربوا الفساد بهذا وفي التربيه والتكوين راه كاين واحد الدرس كنت نقراه مع ولدي في الاعدادي سميتو تخليق الحياه العامه ومحاربه الرشوه وكيتمتحنوا فيه في البروفي يعني راه كاين تكوين هذا هو العنوان ديالو نفس عنوان الندوه يعني راه كاين في التكوين حتى في الاعلام راه كاين توعيه وكاين نقاش ولكن الخطاب ماشي مشكل ماشي في الخطاب راه عندنا تخمه في الخطاب خاص لي يطبق سمحوا لي كاين واحد المفارقه غريبه هي انه الدوله وضعت واحد الاليات واحد الهيئات لمحاربه الفساد بغات تقنع الراي العام انها تحارب الفساد ولكن الحال هو انه تم تكريس من خلال نتائج هذه الهيئات والاليات تم تكريس انطباع بانه بالعكس كاين تطبع مع الفساد كاين تقارير ديال المجلس الاعلى للحسابات السنويه اللي كتوقف على الخسائر الماليه وكتبقى حبيسه الرفوف يعني مثلا كاينه كاين كتوح بانه كاين انتقائيه في التعاطي مع الملفات المسلسل ديال مجلس المنافسه راه تبعنا كاملين بقى 5 سنين تقريبا بدون رئيس من تنظر 2013 ل 2018 حتى المراحل الريف عاد باش تعين رئيس وتبعنا كيفاش آلت الامور الى ذاك الغرامه اللي كانت مستفزه بالنسبه للراي العام واعتبروها البعض بانها بحال الاشاره خضراء للموزعين ديال المحروقات باش يستمروا في نفس التصرفات نفس هذا وحتى بالنسبه لهاد الحملات الصغار اللي تجرى اطوارها حاليا اللي كتهم اللي في صفوف المنتخبين كما قال السي عمر دونك ما عرفيناش بعدا كيفاش نزلات جات ونزلات يعني سيرو في دو برانس وكما نزلات تقدر تسد عاوتاني واحد الوقت ما المواطن ما عنده حتى شي وسيله باش يدخل في القرار السياسي حتى الصوت ديالو يعني في الانتخابات ما بقاش عنده شي وزن لان وبالاخص من مورا الاعلان على النموذج التنموي الجديد الحكومه كتنفذ واحد البرنامج اللي تهيئ في جهه اخرى
يعني المي اون بارتيسيون ولا المي اون ميوزيك اون بارتيسيون كي ايتي غاديجي ايغ. دونك هذه بالنسبه للحملات الصغير. وحتى نلاحظ انها تطارد الافراد ولا وتترك الاسباب، يعني ما 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 عندها غير بحال قلتي هي التريت لي سيمبتوم، التريت لي سيمبتوم ما تمشيش للعمق ديال المشكل لا غاسين ديال البروبليم. والحال انه في الديمقراطيات الناجحه شنو تيوقع؟ ما كتحتاج الدوله للحملات الصغير، لان الجسد ديال المجتمع، القوه ديال المناعه ديال الجسد ديال المجتمع هو تيلفظ هذاك المظاهر ديال الفساد، لان كاين واحد المقومات اساسيه وهي اولا الصحافه الاستقصائيه، لان عندها دور كبير الصحافه الاستقصائيه جاده وتكون يعني متفرغه لمراقبه النخب الحاكمه. النخب الحاكمه كاين العدل اللي تيكون مستقل كليا ومحصن من التدخلات السياسيه، وكاين عاوتاني الدستور اللي تحمي الحريات الفرديه. هذو ثلاثه المقومات الاساسيه اللي ما كانوش ما تقدرش تهضر على محاربه الفساد، خص يكون ضروري يكونوا موجودين. بالنسبه للدور ديال الصحافه، يعني انا بالنسبه لي هو محوري واساسي، لان الصحافه الوظيفه ديالها هو انه اولا تراقب النخب وتزود الراي العام بالمعلومه، المعلومات الدقيقه، وكذلك الادوات ديال التحليل، وهذو هما مصادر القوه ديال الراي العام وديال المواطنين. الا ما كانش عنده هذه المعلومات هذو راه تيبقى مسكين رضيخ بحال تحت المفعول ديال المسكينات. حتى بالنسبه للتوجيه ديال الراي، التوجيه ديال النقاش العمومي نحو القضايا الرئيسيه والمحوريه، باش لتفادي الخوض في 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 حوارات او نقاشات اللي ثانوي تيكون الهدف ديالها هو الالاء ديال الراي العام. يعني عندها دور كبير في توجيه النقاش العمومي صوب القضايا المحوريه. وكل الدور ديال الصحافه هو يقوي المناعه ديال المجتمع المدني. دونك هو انا بالنسبه لي رهان محاربه الفساد هو رهان اولا سياسي ولكن حتى ثقافي، لان البناء النفسي والذهني ديال المواطن المغربي يشوبوا قدر كبير من الخوف ومن القلق. القلق علاش؟ لانه ما عرفش الى اي درجه ولا الى اي مدى الفساد متغلغل في هياكل الدوله. تيقول غنجر واحد الخيط ما نعرفوش فين يوصلنا، نقدروا نهدوا الاستقرار ديال البلاد. كاين هاد الفكره هذه عند المواطن. وحتى الحاجه الاخرى هو انه خايف على نفسه، لان الحريه الفرديه ما مضمونهاش، وبعكس ذلك كاين عاوتاني كاين تجريم الحرية الفردية في القانون الجنائي، واللي قدروا يوظفوها بعض الجهات لإسكات الأصوات المزعجة. يعني هاد الرهان اللي بغات تكسبوا الدولة خصها أولا تهيئ واحد المناخ سياسي، إذا كانت جدية في الرغبة ديالها ديال محاربة الفساد، تهيئ واحد المناخ سياسي وظروف ملائمة باش يتحرر المواطن من هذاك الخوف، وباش يحس باللي محاربة الفساد هي مسؤولية الجميع وماشي حكر على أجهزة الدولة. وشكرا. شكرا. قبل ما نبدي بعض الأفكار نتقاسمها مع ما قيل وما سيقال، اشتغلت على جانبين، جانب مكتوب ما غاديش يمكننا نديروه لأنه مشى الوقت، واحد تأمل على الحملة ديال التطهير أو الحملات ديال التطهير في المغرب، والجانب الثاني المباشر هو اللي تنتفعل فيه مع العروض اللي ألقيت والتدخلات اللي كانت. التشخيص صحيح موجود وكثير ودائما كان تشخيص، ولكن في تقديري ما خصناش نخافوا من التشخيص، بالعكس الإمكانية ديال القيام بالتشخيص خصها تستمر وتنتظم، وخصها تستمر وتنتظم بوتيرة أخرى وجديدة من خلال المؤسسات أيضا، وليس فقط من خلال المناضلين ومؤسسات المجتمع المدني والمرافعين والباحثين والمختصين. وربما في حلي أشد علي بوعبيد، يعني أن تأخذ الهيئة الدستورية على عاتقها قول الجزء الأهم في الحقيقة
بخصوص التخليق وبخصوص الفساد شيء مهم وشيء فيه تقدم بالنسبة للسنوات القديمة أو السنوات السابقة، لأن التشخيص أكان من المؤسسات الدستورية التي تتحمل المسؤولية، لأن مش كل المؤسسات الدستورية يمكن تكون متحملة لمسؤوليتها، أم كان من الفاعلين السياسيين والمدنيين والمجتمعيين يمكن أولاً يراكم المعرفة ويجددها، ثانياً يسهم في مزيد من تفتيح الوعي، وثلاثة وهو الأهم يصبح سند للمترافعين للمناضلين للمكافحين ضد الفساد، لأنه أنا منين يكون قدامي تقرير ديال الهيئة دستورية تعطي الأرقام وتعطي الأوضاع تصبح طبعاً سأتعرض للقمع وسأتعرض عند استخدامها، لأنه سيقال إنه تم تحريفها أو تم استعمالها خارج من الأجهزة مش من الهيئة طبعاً، ولكن هذا سند يحتاجه المناضلون والمناضلات ويحتاجه كذا. لهذا تنقل لست من الذين يقولون عينا من تشخيص، رأى تشخيص هو المدخل الأساسي لأي إصلاح ممكن. هذه مسألة أولى. إذا شكرا على العروض وشكرا على النادي اللي فتح هذا المجال، ولربما هذه الجلسة ما غادش تكفي، ربما تنفترض أنه واحد العدد ديال الإشكالات اللي قيلت واللي أثيرت واللي مضمنة ربما تحتاج إلى نوع من الاستيفاء. مسألة ثانية، المغرب حلي هو بلد الشمس وبلد ما عتقاش وما عتقاش وبلد الفساد، والسلطة من تتوصل لمأزق كبير أو رمز السلطة لما تصل إلى مأزق كبير تضطر إلى الاعتراف. تنذكروا المسألة ديال السكتر القلبية، وتنعاون تذكروا من 16 من 15 واخا كان الدستور ذاك الوقت، وقبل منه السلطة الجديدة، وقبل منه أين الثروة؟ أين الثروة؟ أو باقي السؤال واخا تجاوب عليه واخا كذا كانت مؤشرة وكان كذا باقي. فإذا المعضلة قوية وعميقة ومركبة، تقديري الشخصي ومن خلال متابعة متواضعة لسنوات من السبعينات وكذا، المسألة أن احنا في دولة للخطاب للأقوال للواجهة، والجوهر هو شخصنة الدولة. طبعا المغاربة ناضلوا وقاوموا ضد هذا الشخصنة تحت عدة أسماء ومسميات. المسمى ما قبل الأخير اللي كان قبل الدستور ديال 11 وبدأ بعد 96 بدأ 78 يعني بطريقة، ولكن هذه هو المسمى ديال الملكية برلمانية، ولكن المشكل مستمر، لأن الملكية البرلمانية وخال السمية دخلت في البرلمان ما لغتش الجوهر، والجوهر هو شخصنا. احنا عندنا الدولة يساويها شخص، والشخص يتماهى مع الدولة، والذين يمثلونه ويطبقون باسمه هم أيضا يصبحون متماهين صغار، وهي نزلة الدائرة. فإذا التعاقد الجديد ما بينها رأس هرم الدولة وما بين المجتمع باش يمكن له يدير هذه العملية ديال التخليق وديال مقاومة الفساد، هي الرجوع إلى الأصل اللي هو الدولة ماشي شخص، الدولة مؤسسات واحد، الدولة قوانين، الدولة شعب. إذا ما بغيناش نكون أمة، الدولة شعب. إحنا الشعب ما موجودش،
يعني الا جا ملاحظ، علاش دابا الاعلام يتحدث عن تراجع الرأسمال الاستثمارات الاجنبيه من 44 حتى 58%؟ علاش؟ لانه من تيشوف الا شاف التلفزيون ولا شاف الاعلام ولا شاف التقارير ما تيشوفش المغاربه، تيشوف رمز المغاربه او من يمثل المغاربه، وهذا هو الروح الجوهر. المغاربه ما خصهمش اللي يهضر بسميتهم ولا اللي ينوب عليهم، المغاربه خصهم شكون اللي يشركهم ويشارك معاهم في البحث عن الحلول لهذه المعضلات اللي طبع معها الجميع، يعني بحال اللي قالوا الاخوان كاملين. فهذا النقطه الاساس الاولى، هذه تترتب عليها عده امور، ان احنا في اطار نظام سياسي الاولويه فيه للانعام للمن، انعام للمن، هذا الانعام والمن تيخلق الارضيه الملائمه للزبونيه وللامتيازات. وهنا ربما الاقتصاديين والسوسيولوجيين وربما رجال القانون ورجال كذا خصهم يلقاو لنا واحد المفهوم من غير تنازع المصالح، لان هي ماشي تنازع، هي تداخل تكامل. وهذا الروح ديال التامل اللي كتبت ما غادي يسمحش الوقت الان الا كان مناسبه اخرى لهذه، كيفاش تنشا الامتيازات وكيفاش تنشا المحسوبيه وكيفاش تتسبح، هي اللي فحال اللي قالوا جميع الاخوان وفحال اللي جات في التحليلات بشكل رزين رصين مسؤول، لانه تيبحث ماشي تيناضل بين مزدوجتين، تيبحث باش يعمق المعرفه، تيخلق هذا النوع ديال الوشائج وهذا النوع التواصل. ذكر الاخ الوزير اللي دار شركه ديال السيارات، واش الشركه ديال الوزير؟ هذا واحد. اثنين، كان نقاش قوي في بعض وسائل الاعلام في المغرب، تنهضرش على برا دابا، على الشركه اللي تفوت لها او اللي ربحات بالمناقصه تحليه ديال المياه ديال الدار البيضاء، وكان حزب او اكثر او فرق برلمانيه تقول هذا تضارب المصالح. رئيس واش هذيك الشركه ديال اخنوش؟ هادشي اللي خصنا نسالو. لا لا، يعني هنا 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 الجواب على السؤال. السؤال افضل من الجواب. والسؤال افضل من الجواب طبعا، لانه بالوكاله، بالوكاله اكثر من هادشي. الى نزلنا غير شويه عاوتاني صغير، شنو هو مكافحه الفساد في المغرب على صعيد الدوله؟ الموسميه، موسميه، درنا محكمه العدل الخاصه ومن بعد بان انها ضد القانون وضد كذا، ودارت ما دارت ومشاو الناس ضحايا وكذا، مشات محكمه العدل الخاصه، جا القانون العادي ودارت حملات ديال تطهير 2 3 4 حتى 96، الحمله الاخيره ربما ولا ما قبل الاخيره، ودابا عوج التطهير. منين نقراو انا هذا اللي اشتغلت عليه في واحد المرحله، واخا ماشي مجال ديالي، لست لا اقتصاديا ولا سوسيولوجيا، بعد تعرفوا شعري انا اديب مهتم شويه بالثقافه وباللغه وكذا، ولكن واحد النص واحد العمل تتابعي مركبي للحملات ديال ما يسمى بحملات التطهير، هي اكباش ديال الفداء لامتصاص الغضب والامتصاص التوتر. يعني السؤال اللي خصو يطرح على الناس اللي عاد فكروا دابا، هذا اللي وصل يدير عرس بمليار، ما كانش في علم الدوله منين هذاك المليار، منين غادي يجيبوه، منين جاب؟ وهذا اللي وصل ينافس جزء في السلطات العليا ويدير غزال ولا يدير وحش ولا يدير كذا، فهذه ما كانش معروف منين هذه. الان مثلا حملات ديال مقاومه التهريب ديال المخدرات الصلبه، تتسمع
تنسمعوه في التلفزيون وتصريحات وكذا تشدوا في طنجة. منين جا حتى وصلت لطنجة؟ يعني احنا عندنا الساحل في 1500 كيلومتر ولا 3000 3300 كيلومتر. وهذا العمل اللي جا من امريكا اللاتينيه ولا من منطقه اخرى وصل حتى لطنجة، عاد اكتشفوه. وحنا بلد ديال الامن وديال تنساعدو وديال كذا وديال كذا. وزير الداخليه الفرنسي جاي يقول انا عندي مناسبه رياضيه، الله يخليكم مهاجرين خصو يمشيو في حالتهم اللي ما عندو شي وضع قانوني، وحنا باش ترجمناها جاي يطلب منا ندعموه في تنظيم الاولمبياد ابتداء من لا يعني. على كل حال كاين باش نختم، وربما الجميع تيقول الفساد عنده واحد الوضعيه تاريخيه هنا. تعرفوا من السلطان عبد العزيز لهنا اهل الحل والعقد اللي كانوا تيديروا البيعه ما ولاوش هدروا، تيهضروا نهار ديال البيعه. اسبانيا لقات واحد الحل بالنسبه ليا في الدستور، ولما كان الاستعداد الحمله من اجل الدستور ديال 2011 يعني كانت مناسبه، وكان من رايي انه هذاك واحد الفصل يمكن يكون المغرب يستعن به ولو كان من باب هاد امتصاص الغضب. الدستور الاسباني في فصل واحد الوزير هو اللي تيتحمل الضربات، هو البارشوك ديال الملك، هو اللي تيتحاسب ما حدو الملك حي، تيتحاسب على كل حال. كاين قانون لانه الوزير الاول ماشي. علاش الدستور المغربي في 11 وفعلا كانت اصوات اللي طرحت هذا الشيء خص تكون المحاسبه ايضا ديال القصر في شكل مؤسسه او في شكل كذا. شنو اللي بدل من ذلك؟ شنو اللي جا؟ شاروا الاخوان النموذج التنموي. تنعرفوا النموذج، تنعرفوا عفوا على العباره اسمحوا لي، النموذج التنموي فيه جوج امور عصفت بدستور 11 وعصفت بالديمقراطيه وعصفت بالتشاركيه وعصفت بواحد الملكيه رشيده او مواطنه في الافتتاح وفي الاختتام. وجود لجنة يعينها الملك بمحض إرادته وهي التي تقر للحكومة ما تعرضه على البرلمان وما لا تعرضه، وهي التي يعود عليها بعد البرلمان أمر السماح من عدمه. هذا نموذج تنموي منشور ومطبوع وتوزع بشعبية كبيرة وكذا. الآن كيفاش هذه اللجنة كيفاش تصرفت؟ صبحت شخص، كاين وزير منتدب لدى رئيس الحكومة من مهامه مراقبة سياسة تقويم السياسات العمومية أو تقييم السياسات العمومية من مهامه، ماشي هو رئيس الحكومة ولا وزير، هو وزير منتدب. وشنو اللي عنده؟ عنده هذا الشيء اللي تينظروا فيه الآن واللي كذا، عنده الاستثمارات. وإلى جانبها كاين، ولهذا إذا ما دارش مجهود في المغرب تجاه اللي طرحت الأخت ربما ديال واحد النقاش وديال واحد تعاضد جماعي لإعادة النظام السياسي إلى السكة وللحد من الشخصنة كيف ما كانت، لا يمكن لهذا الفساد ولا لهذا الريع أن يزول. والعفو بناء على تدخلات اللي سمعت والتدخل ديالك بالخصوص، باش نقول لك واحد المسألة. أنا شخصيا تنآمن بحال اللي قلتي بالضبط بأن المدخل ديال الإصلاح السياسي هو المدخل السليم باش نقدروا نكونوا إفكاس في المحاربة ديال الفساد ونكونوا إفكاس في المحاربة ديال الرشوة إلى آخره. ولكن أنا لا بد باش نقول أشياء كذلك اللي كنحس بها. أنا كنحس بأن هاد
الجنة ديال الديمقراطية وديال دولة المؤسسات وديال الانتخابات النزيهة وديال الأحزاب النظيفة، هاد الجنة ماشي غدا، ماشي غدا نهائيا. كل نهار كندوزوه في هاد النظام الفاسد كنبعدوا فيه أيام وأيام على هاد الجنة هذه الموعودة. وإذن شنو كتخلي لنا باش نديرو الا حنا غادي ننتظروا هذاك الفجر اللي غادي يجي واحد النهار؟ ايوا اون اتوندون ما نديرو حتى حاجه، نديرو مزيان. اي وي وي جو سي تري بيان. انا هي بغيت باش نوصل لواحد الفكره، لان سي عبد العزيز وجه واحد النداء مثلا، اننا خصنا كنا نحاولوا باش نسترجعوا القوه اللي يمكن لها تدير التغيير الى اخره. انا كنظن بان اليوم هذه القوه ماشي في استعاده شي اسم ولا في استعاده شي تاريخ ولا شي، هي نتلاقاو كلنا على قضايا، وكل الارادات اللي قدرت تتلاقى في واحد القضايا هي التي تكون واحد القوه جديده في المجتمع. لان السكوت على الفساد وعلى المفسدين تأخرنا، كل نهار تنسكتوا فيه تأخرنا في المحاربة ديال الفساد. إذن مزيان الهيئات اللي كتعمل واحد العمل تعملوا بواحد الجرأة وبواحد القوة، ومزيان تقوم بالواجبات ديالها، ماشي فقط ديال تنبيه الحكومة ولكن كذلك ديال اتباع مساطر لمحاصرة المفسدين. وحنا كلنا الإعلاميين والمثقفين والاقتصاديين والسياسيين اللي هما مازالين مؤمنين بضرورة التغيير، بضرورة هادشي اللي كتقول، بضرورة بناء واحد النظام سياسي حقيقي قائم على دولة المؤسسات وعلى الديمقراطية إلى آخره. هالناس اللي مؤمنين بهادشي شنو خصهم يديروا اليوم؟ يأسسوا حزب؟ ماشي ممكن. يدخلوا الأحزاب اللي موجودة، أنت عارف شنو الوضع ديال الأحزاب الموجودة، يثيقوا في الوسط السياسي وحنا عارفين بأنه ثلثين ديالو مرتشية، يثيقوا فيه بأنه هو الذي عملنا البدائل السياسية المقبلة. لا، إذن شنو خصنا نعاود نشعلوا ذاك الأمل المشترك في المجتمع كله، وكلنا نتلاقاو في قضايا. أنا كنآمن بأن هذه القضية محاربة الفساد هي من القضايا اللي يمكن نتلاقاو فيها ونعملوا فيها واحد العمل مشترك صغير ولا كبير. ولكن بحال اللي قلتي، انا متفق معك بحال اللي قلتي بان القضاء على الفساد ماشي غدا، كذلك الاصلاح السياسي راه ماشي غدا مع الاسف. ولذلك خصنا نكونوا واقعيين، وما كاينش شي قضيه الفساد. يعني انا تنقول الا تلقينا في بزاف القضايا، قضايا ديال الدفاع عن حقوق المرأة، قضايا ديال الدفاع عن الحرية الشخصية، قضايا الدفاع عن محاربة الفقر ومحاربة الفوارق الاجتماعية، ولكن كل قضية قضية القضايا العادلة خصنا نتلاقاو فيها، ولا تلقينا فيها غادي نبنيو قوة جديدة. ماشي لا عاود جمعنا شي لجنة مركزية ولا شي حاجة، لا، إلا تلقينا في هذه القضايا يمكننا نبنيو واحد القوة جديدة. ولكن كذلك خصنا نكونوا إيجابيين مع الأشياء اللي هي إيجابية واللي هي كتصب في هذا النضال. هذا النقاش اللي ما غاديشي نبداوه اليوم، لأن ما نقدروش ننهيوه اليوم. فلذلك إلا بغيتيو نعاودوا نرجعوا للموضوع في الدائرة ديالنا يمكننا نعاودوا نرجعوا ليه. ماشي ما ما ما. أنا تنغتنم هذه الفرصة باش نشكركم كلكم على المساهمة ديالكم، ونشكر الضيفين العزيزين السي عبد العزيز النودي والاستاذ الرشيدي على التدخلات ديالهم اللي اثرت النقاش ديالنا وساهمت باش توضح لنا الرؤيه في بعض الاشياء. وشكرا على التدخلات الهادئه والمتحمسه بجوجهم، لان الا كانت هي وحده ما دي ما ديشين هذا. وشكرا على اللي تابعونا في هذا النقاش هذا. شكرا لكم.